يوجد مكان عميق في المحيط يكون فيه الضغط أقوى بألف مرة من الضغط الذي اعتدنا عليه على السطح. هذه القوة كافية لتحويل إنسان غير محمي إلى غبار على الفور. حسناً، ربما يكون الطمي وصفاً أدق. على أي حال، لهذا السبب يحتاج المستكشفون إلى بعض الاستعدادات والمعدات القوية للنجاة في مثل هذه الظروف القاسية في خندق ماريانا. يبلغ عرضه 20 مبنى ناشونال مول، ويبلغ طوله حوالي 5 قطر الأرض. يصف الأشخاص الذين نزلوا إلى أسفل المكان بأنه مكان بارد وهادئ ومسالم للغاية. لقد رأوا غطاءً لامعاً من النتوءات الصخرية الحمراء والصفراء، وكان هناك أيضاً مجموعة كاملة من الحيوانات الصغيرة الشفافة النادرة. لكن الأسطورة الشائعة التي تقول إن عدد البشر الذين ذهبوا إلى القمر أكبر من عدد الذين ذهبوا إلى أعمق مكان على وجه الأرض ليست صحيحة. ففي المجمل فقد صعد 24 إنساناً إلى القمر، وغاص ما لا يقل عن 27 شخصاً شجاعاً في خندق ماريانا، وكان معظمهم من المستكشفين وليسوا علماء حقيقيين. لقد ذهبوا إلى هناك فقط من أجل الإثارة، وأيضاً لجمع أدلة بالفيديو عن الحياة البرية المختلفة والتكوينات الجيولوجية والأشياء التي صنعها الإنسان. بدأ البشر في السفر في الفضاء وإلى أعماق المحيط في نفس الحقبة الزمنية تقريباً. كان أول هبوط على القمر في عام 1969، وكان أول شخص ينزل إلى تشالنجر ديب أعمق جزء من خندق ماريانا قد فعل ذلك في عام 1960. حصل هذا المكان الغريب على اسمه من السفينة البريطانية التي وجدت لأول مرة هذا الانحدار الهائل في قاع المحيط في نهاية القرن 19. سيستغرق الأمر 8 عقود أخرى قبل أن ينزل أول إنسان إليه. لم يتمكن المستكشفون من القيام بذلك في غواصة تقليدية. لقد استخدموا نوعاً من الغواصات يسمى غواصة الأعماق. صمم عالم المحيطات السويسري أوغست بيكار غواصته الخاصة في عام 1953، وبعد 7 سنوات تمكنت الغواصة من تحقيق المستحيل، فقد وصلت إلى عمق يقارب 11,000 متر. لكن ما رآه المستكشفون لم يكن سوى جزء بسيط من الحجم الكامل للخندق، وحقيقة أنه ضخم للغاية مقارنة بخندق ماريانا هي مجرد أحد الأسباب التي تجعله غير مستكشف إلى حد كبير إلى الآن. وغياب الضوء هو مشكلة رئيسية أخرى، فضوء الشمس غير قادر على الوصول إلى مثل هذه الأعماق السحيقة، لذا فإن الخندق بأكمله من الأعلى إلى الأسفل يقع في ظلام دامس. وبسبب هذه الظروف فإن النظام البيئي مختلف كثيراً عن المناطق الضحلة في المحيط الهادئ، وهذا يضع ضغطاً هائلاً على الحياة البرية البحرية. نعم، هذا التشبيه مقصود. وهناك سبب آخر يجعل البقاء على قيد الحياة هناك صعباً للغاية، وهو درجة الحرارة، إذ يتجمد الماء عند درجة صفر مئوية، وفي قاع خندق ماريانا تكون درجة حرارة المحيط أعلى من درجة التجمد بدرجتين فقط. ومن العوامل التي حالت دون تحول هذه المنطقة إلى قطعة جليد عملاقة هو أن نقطة تجمد المياه المالحة أقل قليلاً من المياه العذبة. والسبب الآخر هو الطاقة الحرارية الأرضية التي تسخن الأرض في القاع بما يكفي لعدم تجمدها. ولهذا السبب تحتاج الغواصات إلى عزل مناسب للتنقل في هذه الظروف الجليدية. وعندما وصل الباحثون إلى القاع اكتشفوا أن هذا المناخ القاحل القاسي موطن للعديد من أنواع الحيوانات، فقد وجدوا ثعابين البحر والأسماك الحلزونية والديدان الملعقية على أعماق مختلفة، كما عثروا على خيار البحر الشفاف غريب الشكل وبرمائيات تشبه السلطعون. وكانت المفاجأة الأكبر هي وجود حصائر ميكروبية تتغذى وتعيش على الميثان والهيدروجين الموجودين في الطمي. من بين كل الأنواع تبدو سمكة الحلزون الماريانية هي الأقوى في تلك البيئة، إذ يمكنها الوصول إلى أبعد وأعمق نقطة في الخندق للتغذية على الفرائس من منافسيها. وعلى الرغم من مظهرها الذي يبدو هشاً، فقد تكيفت سمكة الحلزون لتحمل الضغوط الشديدة، وهي قدرة خارقة لن تتمكن من النجاة بدونها. أشكال الحياة الغريبة التي تعيش في أعماق البحار ليست ذات حجم طبيعي، حيث أن ضخامة أعماق البحار تجعلها تنمو بشكل أكبر بكثير من نظيراتها في النظم البيئية الأخرى. ومن الأمثلة على ذلك الدودة الأنبوبية الكبيرة التي يمكن أن يصل طولها إلى 2 متر، ويواجه العلم صعوبة في تفسير السبب الدقيق لهذا الشكل من الضخامة. الفوهات الحرمائية ليست سوى أحد التفسيرات المحتملة. قد تساعد كل هذه العوامل في تفسير الفجوة الزمنية الهائلة في البحث في خندق ماريانا. لم تأتي أول بعثة غوص ناجحة بعد رحلة عام 1960 إلا في عام 2012. كان ذلك عندما نزل المخرج السينمائي الكندي الشهير جيمس كاميرون في ديب سي تشالنجر. نظراً لأن قلة من العلماء قد ذهبوا إلى هذا العمق قبل أو بعد كاميرون، فلا توجد خريطة لأعمق نقطة على كوكبنا،
نحن لا نعرف سوى القليل عن المحيطات التي تغطي ثلثي سطح الأرض. لقد رسم الباحثون خرائط ل5% فقط منها حتى الآن. لا يزال أمام العلم الكثير ليكتشفه في خندق ماريانا وغيره من الأماكن غير المستكشفة على كوكبنا. وتعد غابات الأمازون المطيرة أفضل مثال على أكثر المناطق غير المستكشفة في العالم، وتأتي الحياة البرية على رأس الأسباب التي تجعل هذا الجزء من أمريكا الجنوبية غير مستكشف. فالجاكوار والأناكوندا وأسماك البيرانا والتماسيح السوداء والعناكب البرازيلية الجوالة ليست سوى بعض المخلوقات التي تشكل خطراً على الباحثين، كما يؤدي هطول الأمطار الغزيرة على مدار العام إلى حدوث فيضانات هائلة. وإذا أضفنا إلى كل هذا بعض التيارات النهرية الغادرة، فسوف ندرك لماذا رسم العلماء خريطة لنسبة صغيرة جداً من الأمازون حتى الآن. في منطقة واحدة فقط من البرازيل بالقرب من البيرو، هناك ما لا يقل عن 14 قبيلة لم يكن لها أي اتصال بالعالم الخارجي، وتعتزم السلطات الوطنية إبقاء الأمر على هذا النحو. إن عزل هؤلاء السكان الأصليين هو أفضل وسيلة لحماية مستقبلهم، وينطبق نفس الشيء على جزيرة نائية في المحيط الهندي. بعد حادثة التسونامي المأساوية التي حدثت عام 2004، حلقت طائرات الهليكوبتر فوق جزيرة نورث سنتينيل للتأكد من أن سكانها على قيد الحياة وبصحة جيدة. لم يكن سكان سنتينيل سعداء بذلك، لقد حملوا الأقواس والسهام لإبعاد الزوار غير المرغوب فيهم. هذه القبيلة هي واحدة من آخر القبائل المنعزلة على وجه الأرض، على الرغم من أن علماء الأنثروبولوجيا وصناع الأفلام زاروا الجزيرة في أواخر ستينيات القرن العشرين، إلا أننا ما زلنا لا نعرف الكثير عن سكانها الأصليين. إنها تقع على مسافة بعيدة عن أي ممرات ملاحية في خليج البنغال. لا يوجد ميناء طبيعي في نورث سنتينيل، وهي محاطة بشعاب مرجانية ضحلة، وهذا يجعل الوصول إلى الجزيرة ممكنا فقط بالقوارب. وقد منع المسؤولون الهنود الذين يطالبون بالجزيرة الغرباء من زيارة الجزيرة لأسباب تتعلق بالسلامة. تتفاوت التقديرات بشأن عدد سكان الجزيرة بشكل كبير، من 15 إلى 500 نسمة. والجزيرة ليست صغيرة، بل إن مساحتها أكبر من مطار هيثرو في لندن بنحو 5 مرات. وباستثناء المرات القليلة التي تم فيها التواصل معهم خلال القرنين الماضيين، لابد أن سكان سنتينيل كانوا معزولين لفترة طويلة، وهم مرتبطون بمجموعات أصلية أخرى في جزر أندامان، ولكن جيرانهم لا يستطيعون فهم كلمة واحدة من لغتهم. لا يوجد في قارة أنتاركتيكا أي مستوطنات بشرية دائمة على الإطلاق. الأشخاص الوحيدون الذين يعيشون هناك بشكل دوري هم العلماء الدوليون. لا يزال هذا الامتداد الشاسع من الجليد والثلوج، والذي يبلغ حجمه تقريباً مساحة الولايات المتحدة والمكسيك مجتمعتين، يحتوي على العديد من المناطق التي لم تطأها أقدام البشر. لقد رسمت صور الأقمار الصناعية والصور التي التقطتها طائرات ناسا من الجو خريطة للقارة بأكملها، لذلك نعرف إلى أين نذهب، لكن الأمر ليس بهذه السهولة. والسبب وراء ذلك هو كل ظروف القارة القطبية الجنوبية، فهي أبرد القارات السبع وأكثرها رياحاً وجفافاً وإشراقاً، وهذا يجعلها غير صالحة للعيش تقريباً، فأكثر من 99% من سطحها مغطى بطبقة دائمة من الجليد، ويتراوح سمكها من 1.6 كيلومتر إلى 4.8 كيلومتر في بعض الأماكن، وهذا يعادل نصف ارتفاع جبل إيفرست. تحتوي سلسلة جبال الهيمالايا على أطول جبل غير متسلق في العالم، وهو أيضاً أعلى جبل في بوتان. في اللغة المحلية يترجم اسم الجبل إلى القمة البيضاء للإخوة الروحيين الثلاثة. واحتراماً للمعتقدات الروحية للسكان المحليين، قامت السلطات الوطنية بتقييد ثم حظر تسلق الجبال تماماً في بداية القرن 21. وحتى يومنا هذا لا يوجد دليل على أن أي متسلق تمكن من الوصول بنجاح إلى قمة هذا الجبل الغامض. معظم المحيط لا يزال محاطاً بالغموض، سواء كنا نتحدث عن الزوايا المظلمة أو المخلوقات التي تختبئ في عمقه، ولكن في بعض الأحيان يمنحنا نظرة خاطفة إلى الأشياء المخيفة التي تختبئ في أعماقه الباردة والمظلمة، مثلما عندما تسمع في الأخبار أن هناك بعض المخلوقات العميقة البحرية قد غسلت على الشاطئ بعد عاصفة قوية مرة أخرى. بعضها يبدو غريباً، في حين يعد البعض الآخر وحوشاً حقيقية تعيش على عمق يزيد عن 3300 قدم. أبرد وأعمق أجزاء المحيط أوجدت ظاهرة محددة تعرف بالعملاقية، لذا العناكب البحرية والحبار والديدان والعديد من الحيوانات الأخرى، في الغالب مخلوقات لا فقارية، أي مخلوقات بدون عمود فقري، جميعها أكبر بكثير وأكثر رعباً من الإصدارات التي نراها في المناطق الأكثر ضحلاً. في عمق المحيط الهادئ يمكنك أن ترى إسفنج بحري بحجم شاحنة متوسطة الحجم، أو ماذا عن الحبار الهائل
ميزو نيكيتو ثاس هاملتوني الذي يعيش في مياه شبه القطبية وطوله تقريباً 14 مرة أطول من حبار سهم نوتوتو داروس سلواني النوع الذي يعيش في نيوزيلندا بشكل رئيسي. اكتشف الباحثون العديد من هذه الوحوش تحت الماء في منطقة العمق السحيق في المحيط من 13,000 إلى 20,000 قدم. في عام 2021 عرض الباحثون صورة لقنديل بحري عملاق يعرف بالشبح العملاق، كان على عمق 3,200 قدم وكانت خيوطه تبلغ طول 33 قدما. واو، لا أحبذ أن أواجه هذا الكائن على الشاطئ. ربما يتغذى على الأسماك الصغيرة والبلازما، ولكنه يستطيع السباحة إلى أعماق تزيد عن 21,900 قدم. وفي تلك الأعماق هذا القنديل العملاق لا يجد ما يكفيه من الطعام، كيف يبقى على قيد الحياة إذن؟ لم يكتشف العلماء ذلك حتى الآن. وهناك المزيد من الأسئلة المتعلقة بالحبار العملاق، أكبر وحش تم العثور عليه على الإطلاق. هذا الوحش يبلغ طوله 43 قدما ووزنه يقترب من طن واحد. تخيل لو أن تلك الخيوط قامت بالإمساك بسيارتك أو شيء مماثل لكانت ستسحقه كما لو كان لعبة. لا يوجد ضوء في منطقة الأعماق السحيقة، أشعة الشمس لا تستطيع اختراق تلك الأعماق، لذا لا توجد هناك طحالب أو نباتات بحرية. الحيوانات المحلية تتغذى بشكل رئيسي على ثلج. الثلج البحري ليس مثل الثلج العادي الذي تبني منه رجل ثلج، إنه يتكون من أي شظايا صغيرة أو بقايا تسقط من سطح المحيط، ربما حتى بقايا حيوانات لم يستطع الحيوانات الأخرى هناك أكلها، لذا إنها ليست كمية كبيرة، ولكن على ما يبدو إنها كافية للكائنات الكبيرة جدا التي تختبئ في أعماق تلك المنطقة، مثل الحبار العملاق. الحبار الذي يعيش عموما في مثل هذا العمق لا يتعب نفسه بمطاردة فرائسه، إنه ينتظر فقط حتى يقوم الحيوان المسكين بالسباحة مباشرة إلى قيوطه الطويلة ويقع في الفخ. قد لا تكون هذه الطريقة الأفضل على الإطلاق، لأن القليل جدا من الحيوانات ستسبح حتى في تلك الأجزاء المظلمة والباردة، ولكنها الطريقة التي توفر الطاقة. يأكل الحبار العملاق فقط أونصة واحدة من السمك يومياً، وهو ما يعادل 45 سعراً حرارياً تقريباً. هذا يقل تقريباً 50 مرة من السعرات الحرارية التي يجب أن يتناولها شخص متوسط يومياً، لذا عندما يحصل الحبار على سمكة واحدة يحتفظ بها لعدة أيام. آمل أن لا يأتي الحبار العملاق بفكرة الصعود إلى السطح والبحث عن طعام عندما يكون هناك نقص فيه في منطقته البعيدة، وآمل أكثر أن لا تأتي أسماك القرش العملاق الخضراء بالفكرة نفسها. يمكن العثور عليها على عمق يصل إلى 7,200 قدم، إنها تسبح ببطء مضاعف مقارنة بمعدل سيرنا العادي، إذ تبلغ سرعتها في السباحة 1.12 قدم في الثانية. بطئها جزء من آلية توفير الطاقة التي تحتاجها المخلوقات هناك للبقاء على قيد الحياة، ولكنها يمكنها زيادة سرعتها عندما تحتاج للقبض على فريستها. لكنها قامت بتغيير نوعية غذائها من الحيوانات المفترسة إلى العاشبة نظرا لبيئتها. ستكون هناك المزيد من البقايا التي تسقط من السطح مما يمكن أن تلحق بها. تنمو أسماك القرش الخضراء بمقدار 0.4 بوصة في السنة فقط، ويصل طولها بشكل أساسي إلى 20 قدماً، مما يعني أنها تعيش لفترة طويلة جداً، أحياناً تصل إلى 400 عام. لديها أيضاً استقلاب بطيء، وهذا أحد العوامل الرئيسية لعمرها الطويل أيضاً. تحب أسماك القرش الخضراء قضاء وقتها في المياه الباردة، تكيفت مع ذلك حيث أن لديها أنسجة تحتوي على مركبات كيميائية محددة تمنع تكوين بلورات الجليد على جسمها بأكمله، وهذا يعني أن لديها نوعاً من مضادات الصقيع الطبيعية. إذن ما الذي يجعلها بهذا الحجم؟ العلماء لا يزالون غير متأكدين، ولكن هناك بعض النظريات تحاول شرح ذلك. هنا شيء يسمى قاعدة كلايبر، والتي تقول إن الكائنات الأكبر حجماً تميل إلى أن تكون أكثر كفاءة. ما عليك سوى أن تأخذ سمكة صغيرة وتقارنها بحوت الذي يكبر السمكة بمئات المرات. الحوت لديه أيضاً استقلاباً أكبر، يحتفظ بالطاقة بكفاءة أكبر ويفقد أقل منها في البيئات المحيطة من خلال الحرارة. وعلاوة على ذلك يمكن للكائنات الأكبر ابتلاع فرائس أكبر، فهي أكثر عرضة لمواجهة مشكلات صعبة في بيئتها أو الدفاع عن أنفسها من الحيوانات المفترسة التي تتبعها. أيضاً يصبح الجسم أكبر عندما تكون درجات الحرارة أقل. أسماك القرش الخضراء هي مثال مثالي على ذلك، وكذلك العناكب البحرية العملاقة. العناكب البحرية شائعة بشكل عام، ويمكن العثور على بعضها الصغير جداً بطول 0.04 بوصة،
ولكن في الجزء الأعمق من منطقة القطب الجنوبي تصبح عملاقة بطول 3 أقدام تنمو بحجم كبير بسبب وجود المزيد من الأكسجين في المياه الباردة، وبهذه الطريقة يتسرب المزيد منها إلى جسم الحيوان مما يسمح له بالنمو بشكل أكبر. نعم، كائناً وكابوساً على حد سواء. أما بالنسبة لدودة الأنبوب العملاقة ريفتا باكيبتيلا، اكتشف الباحثون هذه الدودة بالصدفة أثناء استكشاف أسرار قاع المحيط الهادئ. عثروا على فتحات مائية غير عادية تفرز حرارة بركانية. الحرارة البركانية هي ما يبقيها حية. عندما يتسرب الماء من خلال العيوب أو الشقوق في الصخور تغير هذه الفتحات اتجاهها. عندما يخرج الماء من الفتحة يكون غنياً بمعادن ومواد كيميائية مختلفة. معظم الحيوانات لن تنجو في وجود هذا الحساء السام من المواد الكيميائية، ولكن ليست هذه الديدان الأنبوبية. ظهرت هذه الديدان الأنبوبية كمفاجأة حقيقية لأنها لا تتأثر فقط بتلك الفتحات السامة ودرجة حرارة الماء القريبة من الغليان، بل وطورت نظم بيئية كاملة هناك. إنها فريدة لأنها لا تحتاج إلى ضوء الشمس للبقاء على قيد الحياة. بدلا من ذلك، البكتيريا الصغيرة هي مصدر طاقتها الرئيسي. تحصل هذه البكتيريا على طاقتها مباشرة من هذه المواد الكيميائية السامة، لذا ليس هناك عملية تمثيل الضوء، بل هناك عملية تسمى تمثيل الكيمياء. وهذه الديدان الأنبوبية لا تملك فمًا، هذه البكتيريا تعيش داخلها. قصة غريبة، أليس كذلك؟ بالإضافة إلى ذلك، تصل هذه الديدان المخيفة إلى طول يصل إلى 8 أقدام. القشريات العملاقة أيضاً ليست أفضل من ذلك. إنها تتربص في أعماق المحيط التي تبلغ 1640 قدماً أو أكثر تحت سطح البحر بعيداً عن أشعة الشمس، وتبدو كأنها بعض سوس العملاق. تقضي معظم وقتها على قاع البحر على أمل العثور على بعض الطعام الذي يسقط من مستويات أعلى في المحيط. انظر إلى مخالبها المعقوفة الصغيرة على أطراف أرجلها. تستخدم القشريات هذه المخالب للبقاء أكثر استقراراً أثناء التحرك على قاع المحيط. نظراً لعدم وجود ضوء، فلديها أشواك طويلة تساعدها في الشعور بمسارها. هذه الأجزاء الحسية تشبه الهوائيات وتبلغ طولاً يقرب من نصف طول أجسادها. القشريات العملاقة لديها أعين كبيرة نسبياً مقارنة بحجم أجسادهم، يمكن أن تنمو لأكثر من 12 بوصة من الرأس إلى الذيل. وهذه الكائنات حقاً صبورة. هل تتذكر كيف قلنا أن الحيوانات في تلك المنطقة نادراً ما تحصل على طعام؟ في بعض الأحيان يجب أن تنتظر لسنوات للحصول على وجبة مناسبة، لهذا سرعة استقلابهم بطيئة للغاية. يمكنهم البقاء لمدة 5 سنوات دون تناول أي طعام. تخيل ذلك، أشعر بالجوع فقط بمجرد الحديث عن هذا. في عام 2016 قام أحد علماء الأحياء كريغ آر ماكلين بإجراء بحث لمقارنة الاختلافات بين المناطق الضحلة والمناطق العميقة من البحر. لاحظ أن البحر العميق يعكس قاعدة الجزيرة. أولاً، تتطور أجزاء معزولة من اليابسة تنوعاً بيولوجياً لن تجده في أي مكان آخر. ثانياً، تنمو الكائنات صغيرة الجسم في تلك المناطق إلى حجم أكبر بكثير عندما تكون معزولة مقارنة بالكائنات على اليابسة الكبيرة. الموارد محدودة، ولكن الصراع والحدود أيضاً. ونحن لا نعرف الكثير عن هذه المخلوقات التي تعيش في المناطق العميقة من البحر. إنه مكلف جداً ومعقد للغاية تنفيذ مثل هذا البحث، لذلك سننتظر فقط حتى تظهر لنا العواصف العاتية جزءاً على الأقل من العالم الوحشي الذي تخفيه أعماق المحيطات الباردة. أهلاً بك، سنعود بالزمن إلى الوراء لأكثر من 500,000 سنة مضت لاستكشاف المحيطات، لأننا كما تعلم قادرون على ذلك. ووهو، احترس، ليس ذلك قرش الميجالودون ولا أحد زواحف البحار العملاقة، بل مخلوق مخيف يسمى أنومالوكاريس، ترجمة الاسم على عكس أي روبيان آخر. اسم مناسب تماما، يبدو كهجين مروع من الروبيان وحشرة الحريش أو أم 44. ينبثق مجسان من رأسه ويحتوي كل واحد على صف من الأسنان الحادة والمدببة. أوه أجل، وكان هذا المخلوق بحجم رجلك. كانت حركات الطبقات المصطفة على جانبي جسمه شبيهة بالأمواج، وبدا رشيقا مقارنة بمظهره المخيف، كما أنه كان أكثر تطورا من بقية المخلوقات على سطح الأرض في تلك الحقبة من الزمن، لا سيما عيونه الكبيرة تلك. لديك عدسة واحدة في كل عين، بينما لهذا الروبيان العملاق 16,000، أكثر من أي ذبابة ب4 مرات. ولابد أنك تعرف عن حدة بصر الذباب الذي يتجنب بفضله صفعاتك في كل مرة.
سمح كل ذلك لهذا المخلوق أن يصبح أول كائن على سطح الكوكب يتغذى على حيوانات أخرى. أجل باختصار، كان أول صياد على وجه الأرض. وجبته المفضلة الترايلوبيت، وهي مفصليات ثلاثية الفصوص تعتبر أسلافاً للسلطعونات. لبعض من أحفورياتها علامات بذات شكل الأجزاء الفموية لهذا الروبيان الوحشي. تمتع هذا الوحش مما قبل التاريخ بحجم هائل بفضل النسب العالية للأكسجين في الغلاف الجوي. مثال آخر على ذلك الميغانوروبسيس. تخيل يعصوباً بحجم القطة وبجناح يفوق طول ذراعك. تمكن هذا اليعصوب الهائل من الإمساك ببقية الحشرات أو حتى الحيوانات الصغيرة بسهولة، وأحكم سيطرته على الأجواء بفضل حركاته السريعة. في تلك الحقبة من الزمن لم يكن هناك طيور كبيرة أو أعداء يحلقون في السماء، لذلك كان في أمان وتمتع بالحرية المطلقة للنمو إلى هذا الحجم الهائل. كانت أسماك البيرانا في الماضي تتمتع بحجم هائل أيضا. كانت الميجا بيرانا أكبر بثلاث مرات من وحوش الأنهار المعاصرة، وماثلت قوة عضتها عضة النمر. والجدير بالذكر أن هذه السنوريات المخططة تعض أقوى من الأسود بمرتين، وهذا يعني أن قائمة طعامها لم تقتصر على الأسماك وشملت المخلوقات البرية التي اقتربت أكثر من اللازم من المياه، وتمكنت بسهولة أيضا على أكل السلاحف العملاقة وغيرها من المخلوقات الصدفية سيئات الحظ. وإليك هذه الحقيقة الطريفة، تنبح أسماك البيرانا المعاصرة كالكلاب بالضبط حينما تدخل في مواجهة. في الواقع هذه الأصوات أشبه بنقيق الضفادع، لكن لربما تتساءل كيف بدا صوت أسلافها القدامى من الحجم الضخم مثل الدب؟ ماذا عن العقرب البحري العملاق الذي بلغ حجمه حجم سريرك؟ عد بالزمن حوالي 460 مليون سنة لتراها تسبح تحتك بالضبط، وانتبه من ذلك الذيل. لا يعرف العلماء إذا كان هذا العقرب استخدم ذيله لحقن السم مثل العقارب البرية، لكن حدسي يخبرني بأني لن أود يوما الاقتراب من ذلك الشيء. ومن ثم هناك هذا المخلوق التريزينوسور. هذه العضاءة شبيهة بالبجعة لكن مع أذرع طويلة. ألم أذكر أن هذه البجعة شبيهة بالديناصور وصلت لارتفاع طابقين وطول أكبر من طول حافلة؟ مخيف. وهذه الأذرع الضخمة تجعل أذرع ديناصور التيركس تبدو كعقلة إصبع، فكل ذراع بطول المترين تقريبا، أي ثلاثة أضعاف أذرع تيركس، وفي نهايتها مخالب حادة بحجم ذراعك أنت. لكن لا تقلق بشأن هذه المخالب الطويلة، استعملها هذا المخلوق لاختراق أعشاش النمل الأبيض العملاق. كانت هذه العضاءة الزاحفة مهتمة بتناول الحشرات والنباتات. وحش عملاق آخر من أجلك، الميغاثيريوم البهضم. استطاع هذا الكسلان البري العملاق النظر في عيني الزرافة، وكان بثقل فرس النهر. كان يمشي في معظم الأوقات على أرجله الخلفية، ويستعمل ذيله العملاق لدعم جسمه. كانت براثنه مجهزة بمخالب عملاقة كالسكاكين حجما وحدة، واستعملها الكسلان للدفاع عن نفسه من الأعداء وثني أغصان الأشجار بحثا عن الطعام. لكن الخطر الأكبر للكسلان العملاق البري لم يكن من الديناصورات أو النمور سيفية الأسنان، بل نحن البشر. أجل ظهر البشر في الوقت المناسب لمقابلة هذا المخلوق، ومن أجل أكله. وصل طول أفعى البوة الهائلة إلى 15 مترا، أي بطول الميجالودون العظيم، وكانت أثقل بمرتين من بطلة الأفاعي المعاصرة في الوزن الثقيل الأناكوندا الخضراء. وتخيل أن التماسيح كانت وجبتها المفضلة. تمكنت البوة الهائلة من السباحة أسرع بثلاث مرات من أسرع سباح أولمبي في فصيلتنا. كانت سريعة وخطيرة في المياه أكثر من اليابسة. ولم تكن هذه الأفاعي قوية وسامة وحسب، فقد استمتعت هذه الكائنات العملاقة باعتصار فرائسها. هل تتذكر ذلك الروبيان العملاق الذي تحدثنا عنه آنفا؟ حسنا، يبدو أوبابينيا كأحد أقاربه، لكنه صغير بحجم الإصبع، وبدلا من المجسات المسننة كان لهذا المخلوق خرطوم للشفط يخرج من وجهه. في نهاية ذلك الخرطوم امتلك ما يشبه مخلب السلطعون. أضف إلى ذلك خمس أعين وفما تحت رأسه، وستحصل على مخلوق يبدو غريبا عن كوكبنا. يستعمل هذا الكائن الحي خرطومه كالفيل، يصطاد مخلبه الطعام من قاع المحيط ويحضره إلى فمه.
يبدو هذا المخلوق غريب الشكل جدا، لدرجة أنه عندما عرض العالم الذي اكتشفه نتائج بحثه على الحضور ضحكوا جميعا ظنا منهم بأنها مزحة. والآن إليك هذا الوحش، تول الوحش، يبدو شبيها بوحش لوخ نيس عند النظر له من بعيد بسبب عنقه الطويلة وفكيه المبطنين بالأسنان، لكن حينما تقترب منه سترى أنه أنف طويل مع فم في طرفه مثل البعوض، وعيناه في الخلف تمتدان من أنابيب في الرأس وتجعله يبدو كالحلزون. كان الوحش تولي حيوانا رخويا بحجم ساعدك، ربما كان يتغذى على قناديل البحر والروبيان قبل 300 مليون سنة. ثايلا كوزوموليس، سترتسم الابتسامة على وجهك حينما تراه ما دام بعيدا عنك. كلا، ليس سلفا للنمر سيفي الأنياب، بل كان من الجرابيات، وتجمعه صلة قرابة مع الكنغر أكثر من أي حيوان آخر. وإن قارنا حجم الجسم ستكون أنيابه أطول من أنياب النمر سيفي الأنياب وتواصل النمو بلا انقطاع. أما بالنسبة لتلك اللحية التي تغطي ذقنه فهو ذقن بالكامل، امتد عظم الفك السفلي تحت الفم، تتأصل تلك الأنياب في الجمجمة وتمر من خلال عينيه. حينما يغلق فمه تحمي تلك اللحية العظمية أنيابه الحادة والطويلة حتى لا ينكسر. قد يبدو قطري الحراشف كتمساح كبير بمنخار صغير، لكنه لم يشكل أي خطر، ذلك الرأس صغير والأسنان القليلة لا تعني سوى أن هذا النوع من الزواحف لم يكن لديه العديد من الأسلحة لحماية نفسه، فقد كانت الحماية وظيفة تلك الحراشف المدرعة. لا حاجة للأنياب الضخمة أو الصفوف الطويلة من الأسنان الحادة حينما تكون آكلا للأعشاب، ذلك الطرف الشبيه بالمنقار في أنفه يسمح للحيوان باستخراج النباتات، لذلك فإنه كان أشبه بخنزير مدرع طوله 3 أمتار أكثر منه تمساحا. كان باسيلوسور نوعا من الحيتان القديمة التي عاشت في كوكبنا قبل حوالي 45 مليون سنة، لم تكن بطول الحيتان الزرقاء لكنها كانت كبيرة بما يكفي لصيد وأكل حيتان أخرى وأسماك قرش حتى. يعتقد بعض الناس أن هذه الوحوش لا تزال موجودة إلى حد اليوم، وادعى شهود عيان بأنهم رأوا تنين بحر عملاق تتطابق أوصافه مع الباسيلوسور. زيادة على ذلك، لم نستكشف بعد 90% من محيطاتنا، وثمة مساحات شاسعة ليختبئ فيها وحش البحر هذا، لكن العلماء لم يجدوا أي أحفوريات لهذا الحوت القديم أصغر من 3.7 مليون سنة، وهذا يدحض الخرافة والمزاعم. يعد ستيغوسور أحد أشهر الديناصورات التي عاشت على وجه كوكبنا، يمكننا بسهولة تمييزه من بين البقية بفضل أشواكه الضخمة في منطقة الذيل والألواح العظمية في ظهره. كان أطول من الزرافة بمرتين وأثقل بحوالي 5 مرات، لكن بالمقارنة مع جسمه الهائل كان لديه أصغر دماغ في العالم، لم يكن أكبر من دماغ الكلب. كان لبيلاغورنس أطول جناح بين كل الطيور المعروفة لنا على الإطلاق، لقد فاق بمرتين أكبر الطيور في وقتنا الحاضر القطرس الجوال. هذه الأجنحة الكبيرة جعلت الإقلاع صعبا على هذا الطائر، وكان يتوجب عليه القفز من المنحدرات للتحليق جوا، وحينما فرد هذا العملاق جناحيه أمكنه التحليق بسرعة تقارب 65 كيلومترا في الساعة، أسرع طائر في عصرنا يطير بسرعة تفوق ذلك ب5 مرات. هناك الكثير من السمك في البحر، بعضه يبدو تماما مثل نيمو أو دوري، ثم هناك سمكة الفراشة وأسماك الجبي الفاخرة، وهي في الواقع رائعة حقا. ثم هناك ما هذا الذي على الأرض؟ بالتأكيد لن أدفع مقابل تجربة الغوص لرؤية هذا. تحمل سمكة أبو الشص اسما غير رسمي، وهو أبشع حيوان في العالم، لكنني لن أجرؤ على نقل هذا الخبر إليها. هناك أكثر من 200 نوع من أسماك أبو الشص تسبح حاليا في مكان ما في الأعماق المظلمة للمحيطين الأطلسي والقطب الجنوبي حتى عمق ميل واحد تحت السطح. بعضها يفضل ظروفا معيشية مختلفة، البيئات الاستوائية الضحلة. تختلف أسماك أبو الشص في الشكل والحجم، من شيطان البحر الأسود الشهير إلى سمك الضفدع وسمك الراهب وسمك كرة القدم وسمك الإوز وسمك الخفاش والضفدع البحري. الأكبر حجما يمكن أن يصل طولها إلى نصف طول سرير كامل الحجم، ولكن طول معظمها أقل من قدم. نظرا لأن اختيار الوجبات التي تعيش عليها هذه الأسماك ليست كبيرة جدا، كان عليها أن تلجأ إلى استراتيجية صيد فريدة.
إنها لا تضيع طاقة حياتها التي لا تقدر بثمن في متابعة الفريسة المحتملة، وبدلاً من ذلك تستخدم قطعة من العمود الفقري الظهري تلتصق فوق أفواهها مثل قصبة الصيد، ومن هنا جاء اسم السمكة. يوجد كيس من البكتيريا المضيئة بيولوجياً، والذي يتوهج بشكل ساطع في الظلام في نهاية هذا القضيب، يجذب الضوء الفريسة، وكل ما على سمكة أبو الشص أن تفعله هو الانتظار ثم الاستمتاع بغذائها الذي يصل إلى فمها مباشرة. أجسادهم مرنة وضخمة، لذا يمكنهم بسهولة ابتلاع فريسة ضعف حجمها. تأكل أسماك أبو الشص في أعماق البحار كل ما يمكنها العثور عليه. الأنواع التي تعيش في المياه الضحلة ليس من الصعب إرضاؤها أيضا، ويمكنها تناول أي شيء بدءا من الروبيان وحتى القواقع والأسماك الصغيرة. على الرغم من ذلك تتمتع أنثى أسماك أبو الشص فقط بميزة صنارة الصيد الرائعة، فماذا عن ذكورها؟ العثور على رفيق الروح في أعماق البحر ليس بالأمر السهل، أعني حرفيا أنه لا يوجد ضوء هناك. بالإضافة إلى ذلك هناك درجات حرارة شديدة البرودة ومستويات منخفضة من الأكسجين. لا تستطيع أسماك أبو الشص أن تذهب في مواعيد عديدة في تلك الظروف، لذا فهي تتزاوج مدى الحياة. وقبل أن تنبهر بهذا الأمر يجب أن أخبرك أنهم يفعلون ذلك بطريقة خاصة تماما. ذكور أسماك أبو الشص أصغر بكثير من سيداتها. التناقض مذهل للغاية، لدرجة أنه عندما اهتم الباحثون لأول مرة بحياتهم العاطفية اعتقدوا أن هؤلاء الذكور هم في الواقع ذرية أو يرقات تتسكع بجوار أمهاتها. لدى بعض أنواع ذكور أسماك أبو الشص مستقبلات تنبهها إلى وجود أنثى قريبة. بعد التزاوج يعض الذكر امرأته ويظل ملتصقا برأسها وبطنها وبالقرب من ذيلها والمناطق الأخرى التي يمكنه الوصول إليها، وبينما يتحولان معا إلى الأبد تحصل أنثى السمكة على خلايا الذكر والحمض النووي والأعضاء التناسلية، ولكنها تفقد خلايا الاستجابة المناعية. يحصل الذكر على سكن وتغذية مجانية ودائمة، وبالنظر إلى أسعار العقارات الحالية يبدو الأمر وكأنه حلم، لكن هذا السكن يتقاسمه ما يصل إلى 8 ذكور، ولا يمكنهم الخروج إذا رغبوا في ذلك. من غير المحتمل أن تقابل هذه الأسماك التي تعيش في أعماق البحار في الحياة الواقعية، ولكن إذا قابلت سمكة أبو الشص في لعبة الفيديو المفضلة لديك تذكر أنه يمكنك التفوق عليها بسهولة وجعلها أكثر لطفا بالنسبة لك باستخدام السهام المهدئة. بمجرد أن تصادقها يمكن لسمكة أبو الشص أن تكون مستكشفا وتساعدك على استكشاف مناطق جديدة من خلال كبسولاتها المضيئة بيولوجيا. بالعودة إلى العالم الحقيقي، في منطقة الشفق في المحيط سمك أبو الشص ليس المخلوق الوحيد الذي يعيش فيه. من حسن حظك أنك ربما لن تلتقيه أبدا. يبدو العديد من السكان المحليين وكأنهم خرجوا مباشرة من أفلام الخيال العلمي أو أفلام الرعب، ولكن ذلك لأنه كان عليهم التكيف مع هذا العالم المظلم والعميق. لقد بذلت قصارى جهدي لإعدادك لمواجهة المخلوقات التي ستقابلها، بدءا من الفانك توث. يقضون معظم حياتهم في الأعماق، ولكن في الليل يتحركون نحو السطح لتناول وجبة خفيفة. هؤلاء الرجال أكثر نشاطا من معظم سكان أعماق البحار الآخرين. إنهم لا ينتظرون وصول الطعام إليهم، بل يتبعونه في الواقع ثم يحصلون عليه بأسنانهم الطويلة الجائعة. ليس لديهم مصباح كهربائي مدمج مثل أسماك أبو الشص، لذا فقد امتلكوا حاسة شم رائعة ويستخدمون أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس للوصول إلى هناك في العمق للتجول. في بعض الأحيان يكون ظل الفريسة المارة كافيا بالنسبة لهم للتبديل إلى وضع الحركة، وعلى الرغم من أنها لا تبدو ساحرة للغاية إلا أنها غير ضارة تماما للبشر إذا واجهت أحد هؤلاء الأشخاص. يبدو ستوب لايت لوز جو مثل اسم رائع لفرقة بديلة، لكنه في الواقع مقيم آخر في أعماق البحار وله عادات صيد خادعة تحتوي على حاملات ضوئية خاصة تنتج الضوء تحت كل عين. إنها تنبعث منها الضوء الأخضر والأحمر مثل إشارة التوقف، ومن هنا جاء اسم السمكة. على عكس الأسماك الأخرى نادرا ما تغادر هذه الأسماك منطقة الشفق ومناطق منتصف الليل. يبلغ طول الفك السفلي ربع إجمالي طول الجسم،
ويبقيه ضوء التوقف مفتوحا طوال الوقت على أمل الحصول على بعض الغذاء. يبدو وكأنه حيوان مفترس شرس، ولكنه يفضل في الغالب العوالق الحيوانية مع حلوى عرضية من الجمبري والكريل والأسماك. أنا متأكد من أنك لم تتوقع أن تقابل هجينا من ثعبان البحر والطائر، ولكن ها هو ذا. ثعبان البحر النحيف له منقار يشبه إلى حد كبير منقار الطيور مع أطراف منحنية، وقد تم تجهيز المنقار بأسنان معقوفة صغيرة تستخدمها الثعابين للقبض على قرون الاستشعار الخاصة بالروبيان اللذيذ. ومن المؤكد أنه نحيف ويمتد حتى 5 أقدام ويزن 4 أوقيات فقط. لا يعرف العلماء كل أسرار هذا المخلوق لأنه من الصعب جدا دراسته في بيئته الطبيعية، ولكن يبدو أنه فقط ينتج ذرية مرة واحدة في العمر ثم يموت. مخلوقات الحبار الزجاجي تحب أن تأخذ الأمور ببساطة في الحياة وتسير مع التيار حرفيا. إنها مملوءة بمحلول كلوريد الأمونيوم وهو أخف من الماء، لذلك لا يتعين عليها بذل أي جهد للتنقل في أعماق البحار بحثا عن الطعام والشركاء. تتميز هذه المخلوقات بالشفافية، لذا فهي تمتزج مع أي منظر طبيعي ولا تلقي حتى الظل أثناء التحرك. نتحدث عن تكتيك رائع للبقاء. إذا وجده الخطر على أي حال فإنه يمكن أن يتحول إلى كرة متكتلة تدفع رأسها ومخالبها إلى تجويف الوشاح، ويمكنها أيضا إطلاق الحبر في الوشاح ويتحول من اللون الشفاف إلى اللون الأسود. نفس الحبر يمكن أن يحميها من الحيتان والطيور البحرية الجائعة. هناك تكتيك آخر تستخدمه لتخويف الحيوانات المفترسة، وهو تنشيط أعضائها الباعثة للضوء حول أعينها. بدأت أشعر بالجوع، ربما يمكنني تناول وجبة خفيفة من خيار البحر هذا. أوه، إنها تتحرك، لذلك أعتقد أنها لا تنتمي إلى السلطة. بعد كل شيء، يعيش هؤلاء الزملاء ذو الأجسام الرخوة في جميع أنحاء المحيط، من المياه الضحلة إلى العالم العميق تحت الماء. يتحرك معظمها ببطء بأقدامها الصغيرة، لكن بعضها يزحف عن طريق ثني أجسادها. يمكن لخيار البحر أن يتخلص من أعضائه الداخلية عندما يقترب حيوان مفترس. هذه الأعضاء اللزجة تشتت انتباه الدخيل، ويتحرك الخيار السعيد وتنمو أعضاؤه مرة أخرى. ما هذا الذي يلمع من بعيد؟ يبدو أن شخصا ما أسقط الأحجار الكريمة في الماء. هذه هي قوتة البحر، والمعروفة أيضا باسم أجمل حيوان لم تره من قبل. يمكن لبعض الذكور من هذا النوع من مجذافيات الأرجل تغيير اللون من الأزرق الداكن إلى الأرجواني أو الأحمر أو الذهبي، وبعد ثانية واحدة تختفي ثم تعود متلألئة. سر هذا السحر هو أن أجسامها شفافة وتعكس الضوء بشكل مختلف عند زوايا معينة. يبدو أنها طريقتها في التواصل بين بعضها البعض وجذب الأصدقاء. لا تمتلك أنثى ياقوتة البحر نفس القوة الخارقة، لكن أعينها أكبر حجما مقارنة بالذكور، وربما يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة. يتجول الذكور بحرية، وتقيم سيداتهم في قصور كريستالية بها قنديل غريب على شكل برميل يسمى سالبس. يبدو وكأنه كائن من عصور ما قبل التاريخ عندما كانت تعيش الديناصورات. يطلق على هذا الوحش المخيف اسم القرش المتشمس، وقد يصل طوله إلى 12 مترا. شاهد البشر 3 منه فقط خلال الأعوام 160 الماضية، كان آخرها عام 2015، وآخر مرة كانت قبلها بحوالي 80 عاما. تصعد أسماك القرش هذه إلى السطح أحيانا لالتهام الكائنات الصغيرة عندما ترغب في وجبة مأكولات بحرية لذيذة كالروبيان والقشريات الصغيرة الأخرى. لكن عندما لا يوجد ما يكفي من الطعام على السطح، يهبط القرش المتشمس إلى عمق 1000 متر تقريبا، حيث يبقى لعدة أشهر. وهذا ما تمكن الباحثون من اكتشافه باستخدام العلامات الأرشيفية المنبثقة للأقمار الصناعية. حسنا، يحب القرش المتشمس قضاء وقته أكثر في المياه المعتدلة، لكن يمكنه الهجرة أيضا لمسافات طويلة، وهو يعيش في جميع أنحاء العالم. لكن عندما يكون في المناطق الاستوائية أو شبه الاستوائية الدافئة لن يصعد قريبا من السطح، إذ لا يفضل درجات الحرارة المرتفعة. قنديل عرف الأسد ليس من الكائنات النادرة، لكن حجمه الكبير مدهش حقا، فهو الأكبر بين جميع أنواع قناديل البحر وأكثرها طولا، إذ يصل طوله تقريبا إلى 36 مترا، أي أطول بحوالي 7 أمتار من أطول حوت أزرق رصده العلماء.
لدى قنديل البحر حوالي 70 إلى 150 مجسا حسيا ويطلق عليها اللوامس، تحتوي جميعها على كميات هائلة من السموم العصبية التي قد تسبب للكائن الذي تلمسه ضررا حقيقيا. لكن عادة لا يصادف البشر هذا النوع من قناديل البحر لندرة وجوده قريبا من السواحل، إذ يفضل الحياة في عرض المحيطات. عادة ما يمكنك العثور على قنديل عرف الأسد على عمق لا يتجاوز 20 مترا تحت سطح الماء، إذ يتغذى هناك على الأسماك الصغيرة والعوالق الحيوانية وبعض الأنواع الأخرى من قنديل البحر. يستخدم هذا الكائن لوامسه للإمساك بوجبته الثمينة. هل تريد معها بعض البطاطا المقلية؟ يخرج قنديل البحر الشبحي العملاق من الظلام من أعمق نقطة في المحيط، ويبلغ طول جرسه الشبيه بقبعة الشمس أكثر من متر، وقد تنمو أذرع فمه الشبيهة بالشريط إلى أكثر من 10 أمتار. يستخدم هذا الكائن النادر أذرعه للإمساك بالحيوانات التعيسة الحظ التي تمر بالقرب منه دون أن تدري ما ينتظرها. يدفع قنديل البحر الشبحي العملاق نفسه في الماء بنبضات منتظمة، مصدرها رأسه ذو اللون البرتقالي، كذلك يتوهج بلون خافت في أعماق المحيط شديد الظلمة. يمكنك العثور على هذا المخلوق في مختلف أنحاء العالم في جميع المحيطات باستثناء القطب الشمالي. أعتقد أن المياه شديدة البرودة هناك، وبسبب غرابة شكل السمكة المجدافية غالبا ما تجد الناس يطلقون عليها اسم سمكة التنين أو ثعبان البحر. يبلغ طول هذه السمكة حوالي 8 أمتار، ما يجعلها أطول سمكة عظمية عرفها البشر، وتعيش على عمق يصل إلى 1000 متر تحت الماء. تقضي السمكة المجدافية معظم وقتها في الأجزاء العميقة المظلمة في عرض البحر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ومن المستحيل رؤيتها قريبا من السطح. إنها كائن فضي لامع على شكل شريط، ولها زعنفة ظهرية حمراء طويلة وزعانف حوضية حمراء تشبه المجداف. جسم السمكة رقيق جدا وليست به أي قشور، وقد يصل طولها إلى 9 أمتار ويصل وزنها إلى 300 كيلوغرام. عينا السمكة المجدافية كبيرتان جدا وتساعدانها على الرؤية بشكل أفضل في المحيط المظلم المخيف. لا شك أن القرش المزركش من أغرب الكائنات البحرية، فقد تعتقد عند رؤيته أنك عدت إلى عصر الديناصورات. أجل، فالقرش المزركش من كائنات ما قبل التاريخ، إذ تعود أصوله إلى أكثر من 80 مليون سنة. قد يصل طول هذه الأحفورة الحية إلى 2 متر، ويعزى اسمها هذا إلى خياشيمها المزركشة. ومع أن القرش المزركش ينتمي إلى أسماك القرش، إلا أنه يسبح بطريقة ثعبانية مميزة كثعبان البحر. يملك هذا الكائن فما مرعبا يشبه فم القرش الأبيض الكبير، ويضم 300 سن يشبه كل منها رمحا ثلاثيا تتراص في 25 صفا. هل تجرؤ على الاقتراب منه؟ اكتشف الباحثون هذا المخلوق في القرن 19، لكن نادرا ما يراه البشر، ولا عجب في ذلك، إذ يعيش عادة على عمق يتراوح بين 120 إلى 1280 مترا. غالبا ما يتغذى القرش المزركش على الحبار ويبتلعه بالكامل. يتيح الفكان الطويلان للقرش المزركش فتح فمه على اتساع هائل وابتلاع حيوانات بنصف طوله. القرش العفريت من الأسماك النادرة بشدة، وقد اكتشف الباحثون 50 منه فقط خلال أكثر من 120 عاما. وقد يكون ذلك أفضل لنا، إذ نتحدث هنا عن سمكة مخيفة جدا بخطم رفيع وأسنان حادة. كذلك يمكن لهذا القرش دفع فمه بأكمله إلى الخارج عندما يريد الإمساك بشيء ما. يبدو هذا مألوفا. أثناء تربصه في الأعماق المظلمة يرى القرش العفريت حبارا صغيرا يبدو شهيا، فيتجه هذا المفترس نحو الحبار، وعندما يلاحظه الكائن المسكين يحاول الهرب بعيدا، لكن قد فات الأوان، لقد دفع القرش فكه بالكامل خارج فمه. يرتبط هذا الفك برقائق جلدية يمكن للسمكة فتحها، ويساعده هذا كثيرا، فالقرش العفريت بطيء الحركة، لذا يصعب عليه مطاردة فرائسه. بعد الانتهاء من وجبته يعيد القرش العفريت فكه إلى فمه ويسبح بعيدا كأن شيئا لم يكن. تعيش أسماك قرش العفريت غالبا في قاع المحيطات، وتفضل كغيرها من أسماك القرش الأخرى السباحة منفردة. انظر إلى هذا المخلوق الفضي ذي الجلد الخشن،
إنها سمكة شمس المحيط التي يصل طولها إلى 3.3 أمتار تقريبا، ويطلق عليها أيضا اسم مولا. تعتبر سمكة شمس المحيط الأثقل وزنا بين الأسماك العظمية، ويطلق عليها أحيانا اسم الرأس العائم بسبب مظهرها الغريب. تملك هذه السمكة شكلا غريبا لأنها ولدت بزعنفة خلفية لا تكبر أبدا، وتنثني على نفسها عندما تبلغ السمكة وتكون دفة مستديرة. لا تسبح سمكة الشمس برشاقة، وتتحرك بمساعدة زعانفها التي تتيح لها السباحة جانبيا. يفضل هذا الكائن البحري العيش بمفرده، ويتغذى على العوالق الحيوانية وقنديل البحر. يعد قرش ووبي جونغ المرقط من أندر أسماك القرش في العالم، ويصل طوله إلى 3 أمتار. قد لا يبدو شكله مخيفا كأسماك القرش الأخرى، لكنه بارع في اصطياد الحيوانات التي تمر بالقرب منه، وغالبا ما يحدث ذلك ليلا. تملك هذه السمكة خياشيم تساعدها على التنفس في قاع المحيط. يظل قرش ووبي جونغ ساكنا بلا حراك في معظم الأوقات، لذا تصعب ملاحظته. يتماهى جسمه المسطح وزعانفه الحوضية والصدرية الكبيرة مع التضاريس تحت الماء، وهذا ما يمكنه من الاختباء بشكل مثالي. تساعده هذه الميزة أيضا عندما يحاول حماية نفسه. يعني اسمه ووبي جونغ قرش السجاد، وعادة ما تجد هذا النوع من الأسماك في قاع المحيط على مقربة من الشعاب المرجانية وفي القيعان الرملية وتحت الأرصفة البحرية، حتى أن بعض الأشخاص استطاعوا رؤيتها في مياه بالكاد تغطي جسدها المسطح. لا تملك السمكة الفقاعة أسنانا أو عظاما، لذا لا يمكنها الصيد بشكل فعال، فهي تتحرك بالكاد نظرا لعدم امتلاكها كتلة عضلية كبيرة. كان لدي زميل في السكن يشبهها، وتستمد طاقتها من الحيوانات التي تلتقطها من قاع البحر. تعرف السمكة الفقاعة كيفية الاحتفاظ بهذه الطاقة، وهذا ما يحدث عادة مع الكائنات التي تعيش في أعماق البحار، إذ لا يتوفر الطعام هناك بكثرة كما هو الحال بالقرب من سطح الماء. لذا تملك هذه الكائنات آليات جسدية خاصة تمكنها من توفير الطاقة عند عدم توفر الكثير من الطعام. يصل الضغط في الأعماق التي تعيش فيها السمكة الفقاعة إلى 120 ضعف الضغط على السطح، وهذا ما يجعل تلك السمكة الغريبة تبدو ككتلة هلامية عند إخراجها إلى السطح. فالضغط هنا ليس قويا بما يكفي للحفاظ على تماسك جسمها، يبدو أنها لا تتحمل صدمات الحياة. يمكن لسمكة مراقب النجوم أن تتنافس مع السمكة الفقاعة على لقب أبشع حيوان بحري، ألا تتفق معي؟ تملك هذه السمكة عينان أعلى رأسها مع فم متجه للأعلى تستخدمه للاختباء في الرمال، حيث تقضي معظم وقتها ولا يظهر من الرمال سوى عيناها. تبقى السمكة مستلقية هكذا إلى أن تمر كائنات صغيرة بالقرب منها فتندفع نحو الهدف بسرعة هائلة، حرفيا في أجزاء من الثانية، مما يخلق قوة شفط تسحب السلطعون أو السمكة أو أي كائن صغير بائس. لدى هذه السمكة تكتيك آخر يعتمد على السم. تملك السمكة عمودا فقريا ساما في كتفها يساعدها على اصطياد الحيوانات والدفاع عن نفسها، ورغم عدم وجود أي صلة تربطها بالأنقليس الرعاد، تستطيع سمكة مراقب النجوم توليد صدمة كهربائية بقوة 50 فولت. لنغوص في أعماق مياه المحيطات لنكتشف أي هذه الحيوانات ذات المظهر المخيف صديقة للإنسان. نسبح الآن في المياه الاستوائية لجزيرة نانويا بالافا القريبة من فيجي. هل ترى تلك المخلوقات العملاقة بحجم سيارة فولكس فاجن بيتل؟ يدعى هذا المخلوق مانتا ري. يتميز بذيل طويل يشبه الصوت، وجسم كبير ومسطح على شكل معين. هناك نوعان من المانتا ري، مانتا ري الشعب المرجانية والمانتا ري العملاق. وينتمي هذا السمك إلى عائلة سمك القرش، لكن توجد أسنان صغيرة في فكه السفلي فقط، ويتغذى على العوالق الحيوانية والأسماك الصغيرة والقشريات. المانتا ري حيوان اجتماعي يحب الإنسان، إن سمحت له بالاقتراب منك فسيسبح حولك ليراقبك، لكن لا تطارده لأنه سباح فائق السرعة. يعني اسمه الرداء أو البطانية، ومن بين كل الكائنات البحرية فهو يتمتع بأكبر دماغ مقارنة بمعدل وزن الجسم،
ويمكن لهذا الكائن تمييز نفسه في المرآة. التالي سمك رأس الغنم الآسيوي. رغم شكله البشع، فهو يعد أحد ألطف الأسماك التي قد تصادفها في المياه الضاحلة في اليابان والصين وكوريا. توجد ندوءات على فكه ورأسه، ويحب الاختباء في شقائق النعمان، ويخشى الخروج في العادة رغم طوله البالغ 100 سنتيمتر. كونت سمكة من هذا النوع صداقة مع غواص ياباني قبل 30 سنة. لاحظ الغواص إصابة هذه السمكة عندما صادفها وساعدها على التعافي. وكان هذا الغواص يعمل حارساً لضريح الشنتو المغمور تحت الماء، وكان ينادي السمكة بدق الجرس تحت الماء. حان وقت السباحة مع أكبر سمكة في العالم، قرش الحوت. ورغم أن هذا الكائن سمك وقرش، لكنكم ستجدون لديه الكثير من القواسم المشتركة مع الحيتان. يمكنه العيش حتى 100 سنة رغم صغر حجم دماغه. لا يكترث قرش الحوت بالبشر لأنه لا يهتم بأي شيء لا يمكنه أكله، وعلى عكس أنواع القرش الأخرى فهذا النوع لن يعضك. يتغذى سمك قرش الحوت بالترشيح، وبالرغم من امتلاكه ل3000 سن لكنه لا يستخدم أسنانه. لديه فم كبير مثلي، لكن حلقه يأتي بحجم عملة معدنية. الحيوان التالي سمك الشمس. وهو سمك بلا ذيل، ويبدو كأنه مقطوع إلى نصفين. يتميز بزعانفه الكبيرة، لذا عندما تراه يخترق سطح الماء ستظن مخطئاً أنه سمكة قرش. يغوص سمك الشمس في أعماق المياه حتى تقشر الأسماك الأخرى جلده وتزيل الطفيليات من عليه، وبمجرد الانتهاء من ذلك يعود إلى السطح للتشمس. كما أنه آكل شره، وإن رآك في المياه فعلى الأرجح ستجده يقترب منك ويراقبك، وفي غضون يوم واحد فقط ستتمكن من إطعامه من راحة يدك. حان وقت لقاء حيوان يبدو كأنه مبتسم دائماً، الدولفين قاروري الأنف. يعد أحد أكثر الكائنات البحرية اجتماعية ويتنقل في مجموعات، كما يستمتع باللعب والصيد ورعاية صغاره ومساعدة مجتمعه. يعد الدولفين قاروري الأنف سباحاً ماهراً بسرعة تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة، وعادة ما يصعد إلى سطح الماء لاستنشاق الهواء عبر فتحة النفس على رأسه. هذا الكائن البحري بارع في التواصل، ويرسل رسائل إلى أفراد مجموعته، ويستخدم ميزة تحديد الموقع بالصدى للتنقل والعثور على الطعام، ويصبح ودوداً للغاية عند رؤية البشر لدرجة أنه يتخلى عن حذره، مما يجعله عرضة للمخلوقات البحرية الأخرى مثل أسماك القرش. لنتجه إلى ساحل المحيط الهادئ لمقابلة الحوت الرمادي. جلد هذا المخلوق البحري مغطى بطفيليات وكائنات حية أخرى تجعل أنفه يبدو مثل قطع صخرية خشنة. يجب أن نتحدث عن جانبه الجيد أولاً. قد يهاجم الحوت الرمادي قارباً كبيراً أو سفينة أو زورقاً إن شعر أن صغاره في خطر، لكن بشكل عام هذا الكائن لطيف ولا ينزعج عند رؤية مجدفي قوارب الكاياك، وفي بعض الحالات يقترب من القوارب الصغيرة ويسمح للإنسان بلمسه، رغم أن القانون ينص بوجوب الاحتفاظ بمسافة بينك وبينه. إن أراد الاقتراب منك فسيفعل ذلك، وإن شعر بالخطر فسوف يتصرف بعدوانية. الآن دعني أريك سمكة مع أداة على رأسها، القرش المطرقة. تساعده جمجمته في الصيد، وتقع عيناه على الحواف الخارجية للمطرقة، مما يمنحه رؤية عمودية بزاوية 360 درجة، لكن لديه بقعة عمياء أمام أنفه. رأسه مثل جهاز الكشف عن المعادن، وذلك لأن معظم ما يريده موجود تحت سطح الرمال، لذا يغمس رأسه برفق في الرمال ويستخرج ما يبحث عنه. يمكنك رؤية هذا الكائن البحري في المياه المعتدلة والاستوائية بالقرب من الشواطئ وفي عرض البحر، ويتنقل في مجموعات في العادة، وغالباً ما يكون مسالماً مع البشر، لكن هناك عدة حالات تصرف فيها بعدوانية مع الناس، لكنه سيظهر عدة علامات تحذيرية قبل التصرف على هذا النحو، ويعرف الغواصون كيفية التعامل معه. سأريك الآن كائناً أصغر بقليل، أسد البحر. هذا الكائن مخادع بعض الشيء،
فهو لعوب وعدواني ومتعجرف وذكي، وفوق كل ذلك فضولي. لا يستطيع أسد البحر التنفس تحت الماء، لكن يستطيع الغوص لعمق 300 متر تقريبا، ويمكنه حبس أنفاسه لوقت طويل. يستنشق الهواء عبر أنفه ويغلقه حالما يغمس رأسه في الماء. عندما يرى بشرا على الشاطئ فإنه يبقى بعيدا وينتظر مغادرتهم. لا يتصرف أسد البحر غير المستأنس بلطف مع البشر، خاصة عند شعوره بالخطر، ويبدأ استئناس أسود البحر اللطيفة بعد حبسها. الكائن التالي حوت بيلوغا. لونه أبيض ورأسه ضخم، وهو أحد أكثر الكائنات البحرية الاجتماعية والصاخبة. فمه المتجه للأعلى يجعله يبدو كأنه يبتسم. عند ولادة هذا الحوت يكون لونه رمادياً غامقاً، ويستغرق تحول جلده إلى اللون الأبيض 8 سنوات، ويمكنه تغيير شكل رأسه بنفخ الهواء حول جيوبه الأنفية. تحب حيتان بيلوغا البشر، وحالما تكون صداقة مع الإنسان فإنها لا ترغب بمفارقته. ورغم أنها حيوانات غير مستأنسة، لكنها تثق في البشر كثيراً، ويوصي علماء الأحياء البحرية بالبقاء بعيداً عن هذه الحيتان في سبيل الحفاظ على سلامتها. هل سمعت عن أبقار البحر؟ تعرف أيضاً باسم خراف البحر، ويمكنك رؤيتها في الأنهار والمحيطات. ورغم حجمها الكبير فنجدها تبقى في المناطق الساحلية الضاحلة في العادة، فهي تتغذى فيها على الأعشاب البحرية والأوراق والطحالب. يخرج خروف البحر رأسه من سطح الماء تقريباً كل 4 دقائق للتنفس، لكن يمكنه حبس أنفاسه لوقت أطول من ذلك. هذا الكائن بطيء الحركة، ورغم أن ذكاءه لا يعادل ذكاء الدولفين، لكنه يستطيع فهم الألوان. هذا الكائن العملاق لطيف، ويحب الاقتراب من البشر بحثاً عن الدفء. الكائن التالي القرش المتشمس. ثاني أكبر سمكة قرش في العالم، يعد فمه أكثر ميزة مبهرة فيه، مثلي بالضبط، لأنه يستطيع فتحه لاتساع يزيد عن 1 متر. يتفوق هذا الكائن علي. مظهر القرش المتشمس مخيف، لكن رغم حجمه الضخم فهذه سمكة مسالمة لدرجة أن الغواصين يسبحون معها، كما أنها اجتماعية للغاية، وقد تشكل أسراباً من 100 سمكة قرش. يسبح بالقرب من سطح الماء ويتغذى على العوالق، ولديه مجموعة أسنان لا يستخدمها. هل تعرف أي كائن يمكنه الغناء بصوت عال ل30 دقيقة؟ أم كلثوم؟ فات الميعاد فات. عذراً، لقد اندمجت قليلاً مع ست. في الواقع إنه الحوت الأحدب. لا يعرف العلماء سبب عوائه وصياحه، لكن قد تكون محاولة للتواصل مع الآخرين لجذب الشركاء. يتواجد هذا الحوت بالقرب من السواحل، ويتغذى على الأطعمة الصغيرة، ويستخدم ذيله للاندفاع عبر المياه. الحيتان الحدباء أقل لطفاً من الحيتان الرمادية لأنها شديدة الحذر، لكن هذا الحوت بطل المحيطات، وذلك لأنه يحاول إنقاذ الحيوانات الأخرى من حوت الأوركا القاتل. ويعتقد العلماء أنه قادر على اتخاذ القرارات وحل المشاكل. وفي إحدى المرات قفز حوت أحدب لإنقاذ عالم أحياء متخصص في دراسة الحيتان من قرش النمر. والآن لنحاول رؤية خبير التمويه، الأخطبوط المرجاني الكاريبي. تساعده خلايا ألوان خاصة على الاندماج مع الرمال وصخور المحيط خشنة الملمس، لكن هذا الأخطبوط منعزل ويحب التجول بمفرده. كما أن هذا المخلوق ضئيل الحجم، فقد يصل طوله إلى 13 سنتيمترا مع أرجل بطول قدم إنسان عادي. إن اقتربت كثيرا منه فقد يتحول لونه إلى الأزرق ويحذرك من أنه يشعر بالخطر. ورغم أنه يثق في البشر، لكن يفضل إبقاء مسافة بينك وبينه حتى يبقى هادئاً. مخلوق غريب الشكل يتجول مثل مكنسة كهربائية حية في أعماق المحيطات الكالحة السواد. عن خنزير البحر أتحدث. أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى جسمه الوردي اللون، وتتسع له راحة يدك. هذا المخلوق لا يسبح بل يسير في قاع البحر، وتتكون أرجله من 5 إلى 7 أزواج من أقدام أنبوبية متضخمة، ولديه مجسات حول فمه للبحث في الطين عن زبد ليأكله. يا سلام!
ولا أن هذا الكائن ضعيف، فلديه جلدا ساما لحمايته من الكائنات البحرية الأخرى، وإن صادفت خنزير بحر سيكون لطيفا للغاية معك، لكن إن أردت الاحتفاظ به كحيوان أليف فستحتاج إلى حوض ماء عميق جدا. وبالحديث عن مخلوقات البحر الهلامية، لنتطرق إلى قنديل المشط، وهو حيوان لطيف يحب السباحة بالقرب من الشاطئ في الأمسيات الصيفية الدافئة. وهناك نوعان من قنديل المشط، نوع له مجسان ونوع بدون أي مجسات، ويمكنك رؤيته في الليل لأنه يتوهج في الظلام ويضيء المياه. كشمش البحر أحد أنواع قنديل المشط، يبدو على الرمال مثل قطرة من جلي شفاف وتتسع له ملعقة صغيرة. على عكس قنديل البحر المعروف، فقنديل المشط لا يلسع لأن جسمه لا يحتوي على خلايا لسع، ومن الآمن السباحة معه. حسناً، هكذا بدأ كل شيء. نهضت من النوم على أصوات جلبة غريبة، لكنها لا تأتي من المنبه. إنها الخامسة صباحاً، وبعد بضع ثوان أدركت أن الصوت الغريب هو مجرد طرق على النافذة، لكنك تعيش في الطابق 12. من أو ما الذي قد يطرق على نافذتك؟ منظف النوافذ؟ تعيش في مبنى سكني وليس في ناطحة سحاب مؤلفة من مكاتب. وما لبثت أن زادت حدة الطرق على النافذة. تستجمع قواك وتخطو نحوها لاستطلاع الأمر، تمسك بالستائر وتسحبها بكل حرص وعناية. ما تراه أغرب من الخيال، ثمة أسماك صغيرة تحلق أو تطفو خارج نافذتك، الآلاف منها. يحلق سرب من السردين في الجو باتجاه السماء مباشرة، وتصطدم بنافذتك بينما تمر من هناك. ثمة العديد من السردين لدرجة أنك لا تستطيع رؤية ما يجري في الخارج، لكن ما أن تمر السمكة الأخيرة حتى تتضح أمامك الصورة كاملة. تحلق أسماك صغيرة وكبيرة بين المنازل، تخترق الأخطبوطات الغيوم بمجساتها، وينجرف حوت عملاق ببطء باتجاه الأفق. فوق سطح منزل مجاور تطارد سمكتا قرش أربع فقمات. يلوح لك جارك ممسكاً بصنارة صيد من النافذة وينتظر أن تعض الأسماك الطعم. هل هذه مدرسة؟ كلا، سرب من الدلافين يمر عبر نافذتك، تصفر بمرح وسرور كأنها تحييك. ماذا يجري بحق السماء؟ تشغل التلفاز، تعرض جميع القنوات الشيء ذاته. تعلمت مخلوقات البحر الطيران وتركت المحيط وملأت الجو، ألغيت جميع الرحلات في كامل بقاع العالم، ولم تجد بواخر الصيد شيئاً لتستأنف عملها في البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار، ولا أحد يعلم ما يحدث بالضبط. ترتدي ملابسك بسرعة وتخرج من البيت، تزحف السلاحف البحرية على الأرض، تهتز وتصفق بزعانفها، ومن ثم تطير في الجو. يمر أمامك سرب من جراد البحر. هل فقد المحيط جاذبيته؟ ماذا حدث للمياه كلها؟ لحسن الحظ أنك تعيش في مدينة ساحلية بالقرب من البحر، لذا قررت إلقاء نظرة على الشاطئ. تصل إلى الشاطئ وترى المياه هادئة تماماً، يبدو أن الجاذبية سليمة، لكن المخلوقات البحرية واصلت الإقلاع في الجو. بعد 6 أشهر، تعود الناس بشكل تدريجي على هذه الظاهرة الطبيعية الجديدة. شغرت الأسماك معظم أنحاء السماء، اخترقت بعض مخلوقات البحر الطبقات الوسطى للغلاف الجوي، اختفت الطيور الصغيرة بسبب الأسماك المفترسة في السماء، لكن الطيور الجارحة التي تصطاد السمك اكتسبت وزناً إضافياً. لقد تناولت الكثير منه لدرجة أنها لم تعد قادرة على التحليق بسهولة. كادت النوارس وطيور القطرس والبجع والنسور أن تصبح غير قادرة على المشي والتعامل مع وزنها الزائد الجديد. توقفت الطائرات عن التحليق في السماء بينما ازدهرت الرحلات على متن السفن. لقد تغير النظام البيئي العالمي بالكامل، صار المحيط مقفراً خالياً من كل مظاهر الحياة. انتقلت أعداد من البكتيريا والميكروبات ومختلف المغذيات من المياه إلى الجو. أصبح الناس يمرضون بشكل متكرر،
ففي بعض المناطق أضحى من الصعب التنفس بسهولة. عندما يهطل المطر تقع الملايين من جراد البحر والأسماك الصغيرة على الأرض مع المياه، والعديد من الثدييات المفترسة التي كانت تتغذى على الأسماك أنهكها الجوع، فخرجت إلى الطرقات والمدن بحثاً عن الطعام. درس العلماء المخلوقات الطائرة ووجدوا أنها غيرت بطريقة ما هيئة رئتيها، ولكن لا تزال أسباب قدرتها على الطيران غير معلومة. يبدو أن الطبيعة قد قررت من تلقاء نفسها طرد البشر من بيئتهم المعتادة. صنع الصيادون مناطيد للصيد في السماء، واستعمل بعض الرياضيين الوهق للإمساك بالحيتان الطائرة وركوبها كأحصنة عملاقة. رغم أن الهبوط قد يكون صعباً أحياناً، استقرت تلك المخلوقات التي دأبت على العيش في أعماق المحيط على ارتفاعات شاهقة. اكتشف الباحثون فصائل أسماك جديدة لم تكن معروفة من قبل. من أعماق المحيط ارتفع أخطبوط عملاق في الجو، أطلق عليه العديد من الناس تسمية كراكن. اتخذ هذا الوحش قمة جبل إيفرست ملاذاً له، والآن صار الجميع يخشون تسلق ذلك الجبل. وصلت كائنات أعماق البحار إلى الفضاء. في محطة الفضاء الدولية رصد رواد الفضاء حيوانات مذهلة تمر عبرها، بدت كمخلوقات فضائية تنتمي إلى كواكب مختلفة تماماً وليس كوكب الأرض. في بعض المناطق هبطت أسماك القرش إلى الأرض بحثاً عن الطعام، وفي هذه الأماكن خاف الناس الخروج من منازلهم حتى. اقتنت شركات الصيد طائرات باوينغ الضخمة وأرفقت شباك الصيد للإمساك بالأسماك في الجو، لكن الرحلات ليست آمنة، لا سيما حينما يعترضك حوت عملاق من حيث لا تدري. فرضت السلطات حظر تجول في عدة مدن، صعد الناس إلى الأسطح لتأمل المشاهد الآسرة ليلاً. قناديل البحر تطفو في الهواء بفضل بروتين التلألؤ البيولوجي الذي تتمتع به هذه القناديل. توهجت وتماهت النجوم في السماء مع المخلوقات النيون الشفافة. لكن حذاري، بعض قناديل البحر هذه شديدة السمية. انبهر بعض الناس بجمال قناديل البحر لدرجة أنهم لم يتمالكوا أنفسهم من لمسها، فانتهى بهم الأمر في المستشفى. وأطلق الحبار حبره الأسود في السماء بسبب خوفه الدائم في ظل هذه الظروف. حينما تتجمع هذه المخلوقات وتفعل ذلك في الوقت ذاته، يحجب الحبر أشعة الشمس. ظهرت العديد من الاختناقات المرورية في الشوارع بسبب الثعابين الكهربائية الطائرة، وتسببت في تماس كهربائي في إشارات المرور. بينما البشر يتأملون السماء، لم يلاحظ أحد تقريباً ما حدث في الأسفل هنا. في جميع أنحاء العالم، ظهر العديد من الأشخاص بتشوه خلقي في المستشفيات. تشكلت ثقوب غريبة تحت آذان الناس. لم يفهم الأطباء أسباب ذلك، لكن ما لبث أن قفز أحد المرضى في البحيرة وتبين أنه قادر على التنفس تحت الماء. نبتت للناس خياشيم. في البداية رفض معظم الناس النزول إلى المياه، لكن التغيرات التي طرأت على رئتيهم أجبرتهم على فعل ذلك أو قضاء بقية حياتهم بقناع الغاز. سعد بعض الناس بقدرتهم على السباحة تحت الماء وبدأوا حياة جديدة. تكيف الجسم البشري مع درجات الحرارة المتدنية والضغط العالي. لا يزال أمامنا الكثير من المهام لبناء مدن وإنشاء بنية تحتية، لكن الأمور ليست بهذا السوء. هناك مساحة في المياه أكبر من اليابسة. بعد سنة واحدة هاجر البشر بالكامل إلى المحيط، لكن بدلاً من الحياة من جديد وجدوا الفضلات، الكثير من القمامة. كانت مليارات الأطنان من البلاستيك تطفو على سطح المياه. تبين أن موطنهم الجديد ليس سوى مكب قمامة عملاق من صنع البشر. بدأت أعمال إعادة تدوير البلاستيك في جميع بقاع العالم، وكل يوم يخرج الناس أطناناً من الفضلات من المحيط. صارت المياه أنظف وظهرت مكبات النفايات على اليابسة. بعد 5 سنوات أضحت المياه أنظف بكثير، ولم يعد البشر يعيشون بين الفضلات،
وصار البلاستيك على اليابسة. ما أن حلت المشكلة، بدأ البشر يبنون مدناً تحت الماء. لكن ما لبثت أن عادت الأسماك إلى البحار والمحيطات. عاد كل شيء إلى سابق عهده. خسر الناس الخياشيم وعادوا الآن إلى اليابسة. عادت الكائنات البحرية للعيش في المياه النظيفة مرة أخرى. يعتقد الفلاسفة والعلماء من جميع أنحاء العالم أن الطبيعة تلقنت بهذه الطريقة البشر درساً لن ينسوه. صرنا نفهم اليوم ما معنى أن نعيش في عالم من النفايات، وكيف ينبغي علينا أن نعتني بكوكبنا. أصبح الناس يبذلون جهوداً جبارة للحفاظ على النظام البيئي لكوكب الأرض. بنيت محطات لإعادة تدوير النفايات، وتوقف جميع الناس عن استعمال البلاستيك، وحل الانسجام بين الإنسان والطبيعة مرة أخرى. في أحد الأيام اختفت كل السلطعونات. بحث الناس عنها في البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار والغابات المطيرة، ولكن لم يعثروا على أي سلطعون، بل مجرد أصداف قديمة لها. يتخلص السلطعون من صدفته أو قشرته عدة مرات خلال حياته، وذلك لأن جسمه ينمو على عكس الصدفة. لذا يتخلص السلطعون من بدلته القديمة ويختبئ ويظل هادئاً في مكانه حتى تنمو قشرة جديدة. لكن لماذا تخلصت كل السلطعونات من أصدافها في اليوم نفسه؟ وأين تختبئ؟ بعد 6 أشهر، عظيم، ينطق صياد عجوز هذه الكلمة ويسحب صنارته. أبحر الرجل على قاربه لاصطياد الأسماك في المحيط الأطلسي. ظلت الصنارة بلا حركة لساعة كاملة، لكنها أمسكت أخيراً بشيء كبير. يسحب الصياد الصنارة بكل قوته. تتحول الفرحة على وجهه إلى خوف. يخرج مخلب سلطعون عملاق من الماء ويقطع خيط الصنارة، ثم يظهر مخلب ثان ويحطم القارب إلى نصفين بقرصة واحدة. في تلك اللحظة تمر سفينة شحن كبيرة ويبتعد الوحش خوفا منها. يسحب بحارة السفينة الصياد إلى سطح سفينتهم، ثم ينظر الرجل إلى البحر ويرى سلطعونا ضخما بحجم سيارة يسبح في المياه. ينطلق مخلبه ثانية ويتشبث بهيكل السفينة المعدنية. صوت صرير المعدن يصم الآذان. يأمر القبطان بالإبحار بأقصى سرعة، وبسبب حركة السفينة المفاجئة تتخلخل قبضة مخلب السلطعون الضخم. تبحر السفينة إلى الشاطئ على مد منخفض وغامض. هناك هزة غريبة على الشاطئ. تنخسف الرمال وتشكل أقماعاً تزحف منها سلطعونات عملاقة. هناك مئات بل آلاف السلطعونات، وكلها متجهة نحو المياه. يعم الذعر بين الناس ويبدأون في الصراخ والركض ناحية المدينة. وأثناء فرارهم يصور البعض هذه الفوضى الجنونية وينشرونها على الإنترنت. لكن هذه الكارثة لا تحدث في مدينة واحدة. يواجه الناس في كل مكان هذه الوحوش، ولا أحد يعرف ما يحدث. في العادة تحفر السلطعونات جحوراً عند التخلص من قشرتها، ففي أعماق الرمال تكون محمية من الحيوانات المفترسة والأحوال الجوية السيئة. لكن هذه المرة حدث أمر غريب. اختبأت السلطعونات في أماكن أعمق من المعتاد، مما منحها المزيد من الوقت للنمو، وظلت جالسة 6 أشهر في انتظار نمو صدفتها الجديدة. خرجت السلطعونات الآن وتريد شيئاً واحداً فقط لا غير، الطعام. تأكل معظم السلطعونات الأسماك الحية والميتة والحلزونات وحتى بعض أنواع السلطعونات، أي شيء تصادفه في طريقها، كما تحب العراك وهي عدوانية بطبيعتها. لكن بعد أن أصبحت ضخمة الآن، لم تعد المحار والطحالب كافية لإشباعها. الأسماك الكبيرة لذيذة للسلطعونات، لكن لا يمكنها صيدها لأنها غير ماهرة في السباحة. لكن على اليابسة تتحرك السلطعونات بسرعة كبيرة. الأسماك الكبيرة بأمان، لكن ماذا عن بقيتنا؟ بعد يوم تخرج آلاف الأعين من المياه مثل 1000 منظار غواصة. بصر السلطعون حاد
ويمكنه رؤية وجبة محتملة من مسافة بعيدة. يمكن لعينيه التمييز بين المنازل والأشياء المتحركة مثل السيارات والبشر. تخرج آلاف أزواج المخالب الحادة من المياه وتتجه إلى المدينة. تعم الفوضى الشوارع، تتجول السلطعونات وتقطع أعمدة الكهرباء وتقلب السيارات وتحطم الألواح الزجاجية. يهرب الجميع من أحد الشوارع ويتجهون نحو زقاق ضيق. يعترض سلطعون طريق هروبهم، ينظر إلى فريسته لكن يبدو أن الزقاق ضيق للغاية. الأشخاص بأمان؟ كلا، يستدير السلطعون إلى جانبه ويحشر نفسه في الزقاق. إنه جائع ويبدأ في فرقعة مخالبه. الناس محاصرون من كل جانب والسلطعونات في كل مكان. المهرب الوحيد هو الأعلى. يتدافع الناس إلى سلم الطوارئ ويهربون إلى السطح. تحاول السلطعونات اللحاق بهم، لكن كل شيء تمسكه من أشجار وحتى سلالم معدنية ينهار بسبب ثقلها الهائل. تظل السلطعونات تنظر للأعلى جائعة. على السطح يشاهد الناس السلطعونات تدمر مدينتهم. يختبئ الناس في منازلهم، لكن هذا لا يوقف السلطعونات. تحطم هذه الوحوش الأبواب والجدران، ويتجمع جميع الناس على الأسطح وينظرون إلى السماء في مناشدة للنجدة. تصل الطائرات المروحية أخيراً وتخلي سكان المدينة. تسبب السلطعونات الضخمة مشاكلاً كبيرة في جزيرة الكريسماس، وتقع هذه الجزيرة في المياه بين إندونيسيا وأستراليا. يحزم سكان الجزيرة حقائبهم ويتجهون إلى المرفأ لمغادرة الجزيرة. يتملكهم الخوف الشديد، لكنهم محتارون قليلاً أيضاً. بعد رحيل آخر إنسان تصبح الجزيرة هادئة، لكن لم يطأها أي سلطعون. ما الذي يحدث؟ السماء ملبدة بالغيوم، ثم تهطل الأمطار بغزارة. حالما تصل أول قطرة مطر إلى الأرض تنطلق هزة طفيفة عبر اليابسة. يبدأ شكل الغابة المطيرة في وسط الجزيرة بالتغير. تتساقط الأشجار وتهتز الأرض، لكن هذا ليس زلزالاً بل أسوأ. تطل رؤوس سلطعونات حمراء عملاقة، ولا أتحدث عن مئات ولا آلاف بل عشرات الملايين. تهاجر هذه السلطعونات سنوياً من الغابات المطيرة إلى ساحل المحيط الهندي للتكاثر. وحتى في حجمها الطبيعي تغطي السلطعونات الطرق، وتبدو مثل نهر أحمر طويل تستمر هجرتها لحوالي 3 أسابيع. لكن بعد أن أصبحت هذه السلطعونات عملاقة الحجم، باتت تغطي نصف الجزيرة تقريباً. تدمر هذه الكائنات الأشجار والسيارات والمنازل، كل شيء يعترض طريقها، وفجأة تختفي في المحيط الهندي، ويبدو وكأن إعصاراً قد اجتاح الجزيرة بالكامل. يظهر صيادو السلطعونات في جميع أنحاء العالم، يقومون باصطياد هذه الوحوش وترويضها. لكن كلا، لا يقتني الناس السلطعونات كحيوانات أليفة، بل يجلسون عليهم ويتبارزون. في العصور الوسطى جرت العادة على امتطاء فارسين صهوة جوادين والمبارزة بالرماح. تقام الآن بطولات سلطعونات. سلطعونات عملاقة الحجم بدل الخيول، ومخالب بدل الرماح. تعيش أقوى السرطانات في الجزر الاستوائية في المحيطين الهندي والهادئ. سلطعونات جوز الهند لا تحتاج إلى مياه كثيرة، فهي تعيش في الغابات في الغالب، ومخالبها أقوى من جميع أنواع السلطعونات. الشيء الوحيد الذي يضاهيها قوة هي عضة التمساح. حاول قطع جوزة هند، ستحتاج إلى مطرقتين وربما بعض الأدوات الأخرى. لكن هذه السرطانات تفعل ذلك بمخالبها، وهذا بحجمها العادي. يمكنها الآن قطع شجرة إلى نصفين بسهولة. لكن هناك خبر جيد، اليابان موطن نوع سلطعونات مفيد، سلطعون العنكبوت، وهو أكبر سلطعون في العالم. يبلغ حجمه العادي حوالي 3.5 أمتار من المخلب إلى المخلب، بطول سيارة تقريباً.
أرجله الطويلة تجعله يشبه العنكبوت، ولا تحبذ معظم الحيوانات مواجهة هذا السلطعون الكبير. يعادل طول سلطعونات العنكبوت الجديدة مبناً مكوناً من 5 طوابق وتخطو خطوات بطول 3 أمتار. هناك حقيقة رائعة حول هذه السلطعونات، يمكنها العيش حتى 100 سنة. الأفضل من ذلك أنها ليست عدوانية. تأكل هذه السلطعونات العملاقة اللطيفة النباتات في الغالب، ويتم ترويضها للركوب عليها مثل جمل بحجم هائل. غياب أي منافس أو عدو لهذه السلطعونات يجعلها تتزايد بشكل مضطرد فتسيطر على الأرض، والبشر عاجزون تماماً. قشرتها القوية تحميها من المخاطر، ومخالبها الحادة تسهل عليها فعل أي شيء. تشيد المدن أسواراً عملاقة لحماية سكانها منها، ويحاول العلماء جاهدين إيجاد حل. لا يعيش السلطعون بالقرب من الشاطئ فقط، بل يعيش في الغابات والأنهار والبحيرات، في أي مكان رطب تقريباً، ومن الصعب مقاومة السلطعون العملاق ناهيك عن المئات. يبدأ الناس في التوجه نحو الصحاري الكبيرة الجافة بحثاً عن الأمان، لكن تصعب النجاة هناك، فالبشر بحاجة إلى الطعام والماء تماماً كالسلطعونات الضخمة. تستولي السلطعونات على كل شيء، ولا يمتلك البشر الموارد لإيقافها. يبدو أن الأمل قد فقد، لكن الناس يتذكرون فجأة لا حاجة للعلماء والمخترعين، فهناك حيلة قديمة يتبعها الصيادون وقد تكون مفتاح السيطرة على السلطعونات. تسمى دلو السلطعون أو مصيدة السلطعون. إن وضعت مجموعة سلطعونات في دلو واحد فلن تتمكن من الخروج. بدافع الغريزة تبدأ في التدخل فيما بينها. يتسلق سلطعون، لكن السلطعونات الأخرى تمسكه وتسحبه للأسفل. ليس من الضروري استخدام دلو، يمكن أن تكون المصائد بأي شكل، قمع ومكعب وحتى على شكل هرم. وهذا ما قرر الناس فعله. حفروا الخنادق العميقة في جميع أنحاء العالم، وغطوا قيعانها بطبقة من الخرسانة حتى لا تتمكن السلطعونات من الحفر والخروج. ثم أغروا السلطعونات بأسماك وأعشاب بحرية شهية، وحالما تدخل السلطعونات هناك ستعلق إلى الأبد. انتصر البشر، وبعد فترة وجيزة أصبحت محلات السوبر ماركت حول العالم تبيع سلطعون البحر الطازج بخصومات هائلة. لا تنسى صلصة المأكولات البحرية. السمكة الصخرية. لا يمكن للسمكة الصخرية الفوز في أي مسابقة جمال إلا إذا كانت الجائزة لأكثر سمكة تشبه الصخور. لديها عينان صغيرتان غير عاكستين وجلد خارجي خشن يتماشى بشكل مثالي مع البيئة المحيطة. لديها رأس كبير وفم كبير ومنزل مليء بالصخور. وجودك على الشاطئ يعني أنك بأمان. بإمكان السمكة الصخرية النجاة لمدة تصل إلى 24 ساعة بدون مياه. إذا خطوت على إحدى تلك الأسماك أو أمسكتها بيدك لن تكون تجربة ممتعة. يوجد في أشواك الزعنفة الخلفية سم قوي للغاية ينطلق عندما تخطو عليها، وقد يؤدي إلى الشلل أو حتى أزمة قلبية. ستحتاج إلى المساعدة بسرعة. لا عجب أنها إحدى أخطر المخلوقات في المياه أو حتى خارجها. احترس عندما تستكشف المناطق الصخرية، فهي تحب لعب الغميضة. سمكة تنين البحار العميقة. إذا كان هناك جائزة لأبشع سمكة في المحيط، ستذهب الجائزة إلى سمكة تنين البحار العميقة، وذلك بفضل جلدها غير السميك قليل القشور، وأسنانها الضخمة، ووجهها القبيح الذي يصعب النظر إليه. لا ينبغي أن تعبث مع تلك السمكة. تميل سمكة تنين البحار العميقة إلى السباحة على عمق يتراوح بين 213 متراً و 1829 متراً تحت سطح المحيط، حيث تكون المياه أكثر ظلاماً وبرودة. وإلى جانب بعض المخلوقات الأخرى في هذه القائمة، تعتمد سمكة تنين البحار العميقة على أجزاء مضيئة في جسدها لاصطياد فرائسها. كذلك تستخدم زائدة معلقة تخرج من فكها السفلي وتبث ضوءاً أحمر صغيراً في نهايتها.
تخطئ العديد من الأسماك وتظن هذا الضوء الأحمر الصغير فريسة، ولا تعرف أنه يقودها مباشرة إلى فكي سمكة تنين البحار العميقة. أنت ذكية جدا يا سمكة التنين، ذكية جدا في الواقع. الفانغ توث. خندق ماريانا هو خندق تحت المياه بعمق 10668 مترا، أي حوالي 11 كيلو مترا أسفل سطح المحيط، عميق جدا. رغم علم العلماء بوجود خندق ماريانا، إلا أنه من أقل المناطق اكتشافا على الأرض، وهو أيضا أعمق منطقة في محيطات الأرض. ورغم احتمالية وجود العديد من المخلوقات هناك، ربما لم يسبق للبشر رؤيتها من قبل. فقد حظ العلماء بشرف التعرف على الفانغ توث. الفانغ توث، وتعني أسنان المخلب، هي سمكة تستحق اسمها بجدارة، وستعرف ذلك عند النظر إليها. الفانغ توث من آكلات اللحوم، وتتغذى على أي شيء تعثر عليه ويعلق في فم هذه الأسنان الحادة. تعتمد تلك الأسماك على مستقبل كيميائي للتلامس من أجل العثور على فرائسها. بمعنى آخر، يمكنها استشعار بقايا المواد الكيميائية التي تنتج عن الكائنات الحية الأخرى في البحار العميقة. هذا لأنه ليس لديها أي خلايا تنتج الضوء على أجسادها، على عكس العديد من أسماك البحار العميقة. وإلى جانب كل ذلك، فالمحيط مظلم جدا هناك، لذا فهي تأكل أي شيء يقع في طريقها. ورغم أن تلك الأسماك تبدو مخيفة للغاية، فهي لا تمثل تهديدا للبشر. لا يزيد طول السمكة عن 18 سنتيمترا، لكنني على أي حال لا أرغب في مصادفة واحدة من تلك المخلوقات أثناء السباحة في المحيط. دانكلاستياس. تنتمي هذه السمكة الغريبة إلى عصور ما قبل التاريخ، ويطلق عليها ديناصور البحر، ولم يكن لها أسنان. بدلا من الأسنان لديها ألواح عظمية منحتها أقوى عضة من بين كل الوحوش الأخرى من حجمها. القرش العفريت. إذا كنت تعتقد أن الأفلام عن أسماك القرش مرعبة، قد يجعلك هذا المخلوق الموجود في البحار العميقة خائفا من فكرة نزول المحيط إلى الأبد. على أي حال، يعيش القرش العفريت على عمق 914 مترا تحت المياه، لذا من غير المرجح أن تراه وجها لوجه. يبدو القرش العفريت مزيجا بين سمكة القرش ومخلوق آخر قادم من أسوأ كوابيسك. يمتاز ذلك القرش بخطم بارز مثل السيف، مع فك بارز أيضا ليتناسب معه. وعلى عكس بقية أسماك القرش الأقرب للون الرمادي، يمتاز هذا المخلوق المرعب بلون وردي لا يجعله جميلا. لكن إلى جانب المظهر المخيف، ما الذي يعرفه العلماء حقا عن أسماك قرش العفريت؟ في الحقيقة ليس الكثير، باستثناء أنها تنمو إلى طول 5 أمتار. يبدو أن أمامنا الكثير من الأشياء التي يمكن معرفتها عن هذا المخلوق، إذا كنا نتمتع بالجرأة الكافية. بالمناسبة، هل تعرف أن أسماك القرش لا تنام؟ تضطر العديد من فصائل القرش إلى الحفاظ على حركة المياه عند خياشيمها للحصول على الأكسجين، لذا لا يمكنها أن تنام نوماً عميقاً كما نفعل. ولهذا السبب، تظل أسماك القرش نصف مستيقظة أثناء غفوتها، لكن عادة لا تغلق أسماك القرش عينيها. القرش السيجاري. هذا القرش كائن مرعب للغاية، بأسنان سفلية كبيرة وحادة، بينما الأسنان العلوية أصغر كثيرا. عندما تسقط الأسنان يأكلها القرش للحفاظ على مستويات الكالسيوم، فكرة ذكية للغاية بالنسبة لسمكة قرش. القرش المزركش. تبدو دراسة القرش المزركش بمثابة النظر من خلال بوابة ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ. هذا لأن العلماء يعتقدون أن ذلك النوع من أسماك القرش لم يتغير كثيراً منذ كان أسلافها القدماء يتجولون في البحار العميقة، لذا يطلق عليها في بعض الأحيان الحفريات الحية. فم سمكة القرش مليء ب25 صفاً مرعبة من الأسنان الحادة الموجهة إلى الخلف بإجمالي 300 سناً، وهي بهذا الشكل كي تمسك أي فريسة بإحكام حتى لا تهرب. وفقاً للدراسات الأولى التي أجريت على سمكة القرش في عام 1884 ونشرت في النشرة الصادرة عن معهد إسكس، لحسن حظ السباحين تعيش القروش المزركشة على عمق بين 119 متراً و 1280 متراً تحت سطح المحيط، لذا من المرجح ألا تصادفها أبداً. ربما
أعتقد ذلك القرش هو أسوأ كوابيس أي طبيب أسنان. المنجم الشمالي، ألق نظرة على هذه السمكة الجميلة. في الحقيقة لن تود مصادفة سمكة المنجم الشمالي في قاع المحيط. تخبئ هذه السمكة البشعة جسدها أسفل الرمال وتبقي وجهها بالخارج بانتظار الفريسة. قرش بساط بلحية، نوع آخر من قرش السجاد في هذه القائمة. يرقد هذا القرش في قاع البحر وينتظر بصبر مرور أي فريسة عابرة. قرش الشبح الأسترالي، سمكة قرش الشبح الأسترالي ليست سمكة قرش في الحقيقة، بل سمكة عظمية، وهي أيضا من الحفريات الحية، لم تتغير كثيرا خلال آخر 400 مليون عام. صدق أو لا تصدق، لدى أسماك القرش والبشر سلف مشترك عاش منذ حوالي 440 مليون عام. مع أننا تطورنا بطريقتنا الخاصة، لا تزال هناك بعض العلامات على هذا الارتباط. على سبيل المثال، المحتوى الوراثي لقرش البحر الأسترالي يشبه كثيراً المحتوى الوراثي للبشر. ليوبلوريدون، لن تكتمل قائمة المخلوقات المخيفة دون ذكر كائن ليوبلوريدون المخيف من عصور ما قبل التاريخ. عاش هذا الزاحف البحري آكل اللحوم مرحلة الكالوفي من العصر الجوراسي الأوسط، وبلغ طوله حوالي 2.7 متراً. يعتقد العلماء أن ليوبلوريدون تمكن من الازدهار في خنادق البحار العميقة بسبب قدرته على السباحة لمسافات طويلة بفضل أطرافه الأربعة التي تشبه المجداف. ومع أنه قد لا يكون قادراً على دفع نفسه نحو الفريسة مثل الحيوانات الأخرى في تلك المنطقة، يتمكن ليوبلوريدون من زيادة سرعته والهجوم بفعالية دون هوادة. إضافة إلى ذلك، يعتمد على الخطم الطويل في شم الضحية، مما دفع العلماء للاعتقاد بأنه لا يعتمد على البصر في الصيد، مما يعني أنه كان من الممكن أن يعيش في خندق ماريانا المظلم. منذ حوالي 150 مليون عام انقرض ليوبلوريدون بسبب المنافسة على الفرائس مع الزواحف البحرية الأخرى، وأعتقد بالنيابة عنا جميعاً أننا سعداء بذلك كثيراً. بالنظر إلى أن العلماء استكشفوا حوالي 5% فقط من قاع المحيط وعثروا على بعض أكثر الكائنات البحرية رعباً، لا يسع المرء إلا أن يتخيل كيف ستبدو بقية الكائنات الموجودة في مياه البحار والمحيطات العميقة. وربما من الأفضل أن تظل في مخيلتنا فقط، أليس كذلك؟ القرش عظيم الفم، يتغذى هذا القرش بالترشيح وهو صديق للبشر رغم فمه الضخم الذي يبدو مخيفاً. وعلى غرار القرش المتشمس يسبح هذا القرش وفمه مفتوح باستمرار، كما لو كان شعار موقع تويتر. الأنقليس الشره، يتميز أنقليس البحار العميقة ببطنه سهلة الانتفاخ التي تسمح له بابتلاع ضحية بضعف حجمه في قضمة وحشية واحدة. ويمتاز أيضا بأشكال فك غير عادية، ويمكن أن يصل طوله إلى 61 إلى 91 سنتيمترا. هل ترى هذا الجذع الكبير بالقرب من قاع المحيط؟ ربما كان جزءاً من سفينة قديمة أو كنزاً أو ذهباً أو ألماساً. أنا ثري، لكن عندما تقترب تلاحظ شيئاً ما. إنه يسبح، إنه ليس قرشاً أو دلفيناً، إنه تمساح المياه المالحة. والآن لا تجزع، إذا اصطدمت بواحد من تلك الزواحف في البحر من غير المرجح أن تعتقد أنك طعام لها. تمتلك التماسيح صماماً خاصاً في حلقها يحميها من الغرق تحت المياه، لكن لا يعني ذلك أنها غير قادرة على الهجوم. عادة ما تكون تماسيح المياه المالحة متوجهة إلى جزيرة قريبة، وأسرع طريقة هي السباحة على سطح المياه، فهي غير قادرة على ركوب العبارة. لا بأس في مراقبة أحد التماسيح من مسافة آمنة، لكن لا تسبح إلى الشاطئ على الفور، فهي تحب مباغتة فرائسها في المياه الضحلة. إذا كان هناك وقت أود فيه رؤية قرش أبيض كبير، فهو الوقت الذي أغوص فيه بالقرب من تماسيح. بالتأكيد سيكون القرش أكثر ميلاً لاختيار التمساح كبير الحجم في قائمة طعامه. بعض أنواع أسماك القرش تتمتع بقدرة غريبة تخول لها بصق معدتها ومن ثم إعادتها إلى مكانها. أوه، سيكون ذلك مفيداً للبشر. تتناول معظم أسماك القرش كميات هائلة من الطعام، لكن المشكلة أنها غير قادرة على هضم كل شيء تلتهمه، لذلك تحتاج إلى طريقة للتخلص من الفائض كقوقعات السلاحف والمناقير
وريش الطيور وعظامها ومخالب السلطعون وما إلى ذلك. ومن ثم تقوم هذه المخلوقات المهيبة بتقيؤ كل المعدة ومحتوياتها عمدا، وبعد أن ينتهي سمك القرش يعيد عضوه الهضمي إلى مكانه، ولا تدوم العملية برمتها في الغالب أكثر من ثانية. بعض فصائل أسماك القرش مثل القرش الأبيض العظيم أو الماكو تملك جهازا خاصا لتدفئة العينين، تسخن الشبكية أعينها ودماغها، ولا يساعد ذلك في رصد التحركات بشكل أفضل وحسب، بل وفي تحسن الدقة أيضا. أما بالنسبة لأسماك قرش الماكو فهذه الفصيلة تسافر غالبا بشكل عمودي في مختلف درجات الحرارة. على عكس البشر الذين لديهم فك واحد متحرك، يمكن لأسماك القرش تحريك فكوكها العلوية والسفلية بحرية مطلقة، الأمر الذي يسمح لها بالإمساك بوجباتها بشكل أفضل فضلا عن مضغها بشكل أسرع وأكثر فعالية. هذا مطمئن. تلد إناث أسماك القرش أعدادا غفيرة من الأسماك الصغيرة دفعة واحدة، يعتمد ذلك على الفصيلة بطبيعة الحال. فمثلا سمكة القرش الأزرق تنجب أكثر من 130 صغيرا دفعة واحدة. عضة سمك القرش الأبيض العظيم أقوى من عضات الأسود، يمكن لهذا الصياد الماهر بطول 6 أمتار توليد قوة أكثر من 276 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع، وهذا أقوى بأربع مرات من عضة الأسد أو النمر. أما الإنسان فعضته تتراوح بين 10 إلى 14 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع، لذا فهو لا يملك أي فرصة أمام القرش. تدافع أسماك القرش المنتفخة عن أنفسها بابتلاع كميات هائلة من المياه، فيتضاعف حجم أجسامها، وبالتالي تخيف وتبعد بقية الحيوانات المفترسة. يمكن أن ينبت لأسماك القرش أكثر من 50,000 سن خلال حياتها، لكن ليست جميع أسنانها متشابهة. توجد الأسنان الأقوى والأكبر حجماً في الصف الأمامي، بينما تلك القريبة من الجزء الخلفي تكون أصغر وأقل قوة. إن تلفت الأسنان الأمامية يمكن لهذه الأسنان الأضعف استبدالها، ذلك ممكن لأن جذور أسنان سمك القرش ليست عميقة كأسنان الإنسان ويمكنها التحرك بحرية. يتمتع جلد سمك القرش بملمس شبيه بأوراق السنفرة، وتغطيه حراشف متناهية الصغر شبيهة بالأسنان، جميعها تتوجه ناحية ذيل الحيوان. يساعد ذلك في تقليل قوة الاحتكاك التي تظهر خلال السباحة. لكن جلد القرش الحوت سميك للغاية، وفي بعض الأجزاء يمكن أن يكون بسمكة 15 سنتيمتر. إنه من أقوى الجلود في عالم الحيوان، وبسببه يجد العلماء صعوبة كبيرة في أخذ عينات دم من هذا المخلوق. تتميز أسماك القرش بحاسة شمها المذهلة، لكن إلى جانب ذلك تستعمل حاسة أخرى لرصد بقية الحيوانات، إنها مسامات خاصة حول الرأس بجانب المنخارين وتحت الخطم، وتعمل كأنها بصر ثاني. يولد كل مخلوق حقلا كهربائيا ضعيفا، وبفضل هذه المسامات يمكن لأسماك القرش رصد هذه الحقول الكهربائية، وبالتالي معرفة مكان باقي الحيوانات. سمع أسماك القرش متطور هو الآخر، إذ يمكنها سماع وجباتها المحتملة على بعد 914 مترا، ويمكنها أيضا التقاط الأصوات منخفضة التردد مثل تلك التي ينتجها انقباض النسيج العضلي للأسماك. تواجدت أسماك القرش على سطح الأرض منذ أكثر من 400 مليون سنة، وهذا يعني أنها نجت من أربعة من بين خمسة انقراضات جماعية، الأمر الذي يجعلها أقدم من جبل إيفرست والبشر والديناصورات وحتى الأشجار. يعود أصل ظهور هذه المخلوقات إلى الزمن الذي بدأت فيه الشعاب المرجانية في التشكل في أعماق البحار. يمكن لبعض فصائل القرش أن تقفز خارج المياه مثل القرش الأبيض العظيم أو القرش المتشمس، وتعرف بقفزها لارتفاع يتجاوز المترين ونصف في الهواء. بفضل هذه المناورات يمكنها التقاط بعض الحيوانات مثل الفقمة أو الطيور البحرية، لكن ما لم تكن في جنوب أفريقيا فمن المستبعد أن ترى أسماك القرش تقفز من الماء. يتكون الهيكل العظمي لسمك القرش من عضلات وغضاريف، وهي أخف وأقل كثافة بمرتين من العظام، يجعل ذلك أسماك القرش أكثر مرونة، مما يسمح لها بالانعطاف بسهولة خلال مطاردة الحيوانات الأخرى. رأس القرش المطرقة غريب الشكل لسبب وجيه، بفضله يحظى هذا المخلوق بمجال رؤية بزاوية 360 درجة، تكون الأعين مائلة إلى الوراء قليلاً، ويسمح له ذلك بالحصول على مجال رؤية متداخل. فكا القرش العفريت المخيف متصلان بأربطة مرنة، يمكن أن يخرج الفكان من خطم الحيوان لمسافة 8 سنتيمتر تقريباً،
ويسمح ذلك للحيوان بقذف فمه ناحية المخلوقات البحرية الأخرى والإمساك بها. لا تنام أسماك القرش مثل ما نفعل، بعض الفصائل تسبح طوال الوقت وبلا انقطاع، وإلا فلن يتدفق الماء عبر خياشيمها وبالتالي لن تتمكن من التنفس. ترتاح بقية أسماك القرش لكنها لا تدخل مرحلة اللاوعي، تمر فقط بفترات خاصة من النوم. ليس لهذه المخلوقات جفون، ولهذا السبب تظل أعينها مفتوحة على الدوام، وتراقب حدقة العين ما يحيط بها، كما تظل أفواهها مفتوحة حتى تمر المياه عبر خياشيمها. بإمكان أسماك القرش اجتياز مسافات ساحقة دون حاجة للراحة، وكل ذلك بفضل نمط نومها الغريب. فمثلاً يمكن للقرش الأبيض العظيم السباحة لمسافة تتجاوز 3200 كيلومتر دون التوقف للأكل أو الراحة. كيف يعقل ألا تموت هذه المخلوقات من الجوع؟ الواقع أنها تبقى على قيد الحياة بفضل الدهون المخزنة في كبدها. بالمناسبة يمكن لهذا العضو أن يشكل ما يصل إلى ثلث وزن القرش. على عكس الاعتقاد الشائع، لا يمكن لأسماك القرش السباحة بالمقلوب، ولا تفعل ذلك إطلاقاً. تدفعها ذيولها إلى الأمام، وزعانفها الصدرية تساعد في الحفاظ على توازنها والانعطاف في الأرجاء، مما يعني أنه من الناحية الجسدية لا يمكن لها التحرك في أي اتجاه ما عدا الأمام. ليس لأسماك القرش أي حبال صوتية، ولا يمكنها إنتاج أصوات للتواصل فيما بينها أو التعبير عن مشاعرها. لهذا السبب يجب أن تستعمل تحركات الجسم مثل الالتفاف بأجسامها أو التشقلب في المياه. تعيش أسماك القرش في جميع محيطات العالم، وتسكن عدة أنواع الأنهار والبحيرات العذبة. فمثلاً عثر على القرش الثوري في الأنهار الاستوائية، ويعرف أيضاً بقدرته على السباحة بين المياه المالحة والعذبة. أصغر أنواع أسماك القرش في العالم هو قرش الفانوس القزم. لا ينمو هذا المخلوق الفريد من نوعه لأطول من 20 سنتيمتر، لكنه يعوض عن حجمه الصغير بعدة طرق. فمثلاً ينبعث ضوء من بعض أعضائه، وبما أنه يعيش في المياه الضحلة يساعده ذلك في التمويه والتماهي تحت أشعة الشمس. تأكل أسماك القرش الأزرق كثيراً، أكثر مما تحتاجه في الغالب، ويمكن ألا تهضم كميات من هذا الطعام لأسابيع طويلة ثم تستعملها عند حاجتها للطاقة. لسمكة القرش عضو يبدو شبيها باللسان يسمى اللامي القاعدي. إنه الجزء الأمامي من الغضروف، والذي يمتد من صدر سمكة القرش إلى فمها. إنه لا يتحرك وليس مفيدا أساسا. هذا العضو الشبيه باللسان لا يشارك في عملية التغذية، وليس مغطى ببراعم تذوق. يقتصر استعماله الحقيقي على إسناده لبعض العظام التي تربط بين خياشيم سمكة القرش. توجد مئات من فصائل أسماك القرش في العالم، وبالتحديد حوالي 500، بعضها غريب جدا. انظر فقط إلى القرش العفريتي أو المتشمس أو قرش قالب الكعيكة. تتفاوت هذه الأنواع من أسماك القرش في الحجم من عدة سنتيمترات إلى عشرات الأمتار، وتعيش أيضا في مختلف البيئات. يتناول القرش النمر أي شيء قد يعترض طريقه، وبعض أغرب الأشياء التي قد يلتهمها هي كاميرات الفيديو وأكياس المال ولوحات السيارات، والأمثلة لا حصر لها. لكل سمكة قرش نمط فريد من نوعه على جلدها. يمكن الاستفادة من بعض النقاط أو الخطوط لتحديد أسماك القرش، مثل ما نستعمل بصمة اليد نحن البشر. يمكن للقرش الأفطسي سداسي الخياشيم الغوص إلى أعماق تقارب ارتفاع 5 مباني إمباير ستيت. يسمى صغير سمك القرش الناعوص. عند الولادة أو الفقس تكون الصغار مكتفية ومتغذية بالكامل، وإن اختارت السباحة بعيداً عن أمهاتها فلن تحتاج إلى الصيد لبضعة أسابيع على الأقل. القرش القزم يبدو كبطل خارق، أليس كذلك؟ إنه أصغر سمكة قرش في العالم، فهو بحجم راحة يدك ويمكنه التوهج في الظلام. أجل، أعتبرها قوة خارقة. الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء أجمل أخطبوط في العالم، لكن الألوان الزاهية في عالم الحيوان تشير عادة إلى السمية. لم يعثر على ترياق لسم هذا الأخطبوط بعد، رغم أن الكائن الصغير بحجم الريموت. السمكة ذات الوجه الساخر، رغم أن طولها لا يتجاوز 30 سنتيمترا إلا أنها قادرة على التهام فريسة تفوق حجمها بكثير، إذ يمكنها فتح فكها كالديناصور. يعرف عن السمكة ذات الوجه الساخر أنها تحاول ابتلاع الأخطبوط كاملا. هاي، ألا يمكننا أن نتعايش معا؟ سمكة التنين الحمراء. لهذه السمكة الجميلة شهية مذهلة، يمكنها أكل الأسماك التي بثلثي حجم جسمها،
كما أنها تخفي الإبر في زعانفها السامة. سمكة الجراح المخططة، لهذه السمكة أشواك حادة على زعانفها، ليست لإجراء عملية جراحية بل للصيد، فهذه الأشواك سامة على عكس أدوات الأطباء. سمكة التنين السوداء، السمكة الوحيدة التي يمكنها بث الأشعة تحت الحمراء بفضل الكلوروفيل الموجود في عينيها. تعيش هذه السمكة على عمق 2000 متر ولا يمكنك الوصول إليها إلا في غواصة خاصة. السمكة الصخرية المرجانية، عادة ما تتواجد هذه السمكة العبقرية في التمويه في قاع البحر وتتظاهر بأنها صخرة، وقد يدوس عليها السياح فتخترق أشواكها الظهرية الحادة الشبيهة بالإبر نعال الأحذية الصلبة. السمكة الأفعى، هذه السمكة بحجم ساعدك وتملك أكبر الأسنان مقارنة بحجم الرأس في العالم، لكن من غير المحتمل أن تقابلها لأنها تعيش على عمق 4000 متر. الجلكيات، هذه طفيليات تلتصق بالمخلوقات الأخرى وتعيش عليها. حجم الكائن المتطفل أكبر ب10 مرات من متوسط حجم علقة النهر. سمكة ميجا بيرانا، إنها أكثر الأسماك عدوانية في العالم، وبحجم كلب دوبرمان. مجموعة منها لن تترك شيئا من بقرة كاملة في دقيقتين فقط، لحسن الحظ أنها انقرضت قبل 8 ملايين سنة. سمكة الباكو السوداء، تبدو عادية جدا إلى أن تفتح فمها فترى أسنانها الشبيهة بأسنان الإنسان، وأغنى سمكة باكو تتباهى بتيجان ذهبية عليها. أنا أمزح. سمكة بايارا، إنها أخطر سكان المياه العذبة، يمكنها أن تبتلع فريسة بنصف حجمها، حتى أن أسماك الضار المفترسة تخشاها. أبو الشيص، تملك هذه السمكة صنارة صيد على رأسها، إنها طعم يغري السمكات الصغيرة لتدخل في فمها مباشرة. ثعبان السمك النحيف، هذه السمكة طويلة جدا ومرنة نظرا لعدد الفقرات الموجودة في ظهرها، إذ يوجد منها 750 فقرة، أما نحن البشر فنملك 33 إلى 34 فقرة فقط. سمكة باراكودا، يشبه فكها فك سمكة قرش بيضاء كبيرة، لكن ما يميزها هو السرعة. يمكن للباراكودا أن تتغلب على أي سباح أولمبي بسرعة 46 كيلومترا في الساعة. سمكة شمس المحيط، السمكة بحجم رجل بالغ، وهي أثقل سمكة عظمية في العالم، ورغم أنها من الأنواع المسالمة إلا أنها تلحق الضرر أحيانا بقوارب الصيد الصغيرة. القرش المزركش، سيتيح له طوله لعب كرة السلة بنجاح، يطارد فرائسه باستراتيجية الثعبان. ينحني القرش بجسده ثم يندفع للأمام بقوة، كما أن له 300 سن. قرش مزركش جميل. الأنقليس الرعاد، يتميز بأعضائه الكهربائية والتي يمكنها تفريغ 4 أضعاف ما يفرغه المقبس المنزلي العادي. يمكن لسمكة الأنقليس الرعاد أن تصعق حصانا كبيرا بسهولة. قنديل البحر الصندوقي، لا ينجرف في الأمواج قرب الشاطئ كقنديل البحر العادي. أوه لا، هذا المخلوق سريع جدا ويمكنه اللحاق بأي شخص في الماء، كما أن لسعته خطيرة، ورغم أنه لا يبحث عن المشاكل إلا أنه مستعد دائما للدفاع عن نفسه. القرش العفريت، ينتهي أنفه بشفرة طويلة تشبه النصل، ويمكن لفكه أن يمتد حتى نهاية خرطومه. إنه من أسماك القرش الأكثر ترويعا في العالم رغم لونه الوردي الجميل. تمساح المياه المالحة، هذا التمساح هو الأسوأ على الأرض، وواحد من أكبر التماسيح، حيث يبلغ طوله 6 أمتار. لا يخشى البشر ويعتبرنا طعاما له. مهلا، لا تلتهمني. القرش الأبيض الكبير، أكثر سكان المحيطات شهرة. ذات مرة اخترقت سمكة قرش بيضاء قاع يخت سياحي، غرق اليخت لكن القرش لم يصب أحدا بأذى ولم يلتهم أحدا. قرش جرينلاند، من أكثر الكائنات البحرية تعميرا، عمليات الأيض في جسمه بطيئة للغاية ويعيش لعمر 300 عام. وللمقارنة بلغ عمر أكبر إنسان معمر 122 عاما. سمكة المجداف العملاقة، هذه السمكة طويلة كالأناكوندا العملاقة وتحمل لقب أكبر سمكة عظمية في العالم. شيطان البحر المحيطي الضخم، قد يبدو هذا المخلوق وكأنه يبتسم، لكنه سيندفع نحوك دون تردد. يصل طوله إلى 5 أمتار ويحمل رمحا حادا يحتوي على سم عصبي. رائع. الحوت القاتل أوركا،
يمكنه السباحة بسرعة السيارة وهو بحجم شاحنة صغيرة كبيرة. إنه صياد البحر الوحيد الذي يمكنه القفز على الساحل والإمساك بفرائسه. عظمية دانكل. كانت هذه السمكة بحجم سيارة ليموزين، ورغم عدم امتلاكها للأسنان إلا أن صفائحها العظمية منحتها أقوى العضات بين الكائنات البحرية. محفورة القرن. نوع قديم من المحار القديم بحجم مذهل، لكن 90% من جسمه كان صدفة مخروطية وثقيلة منعته من التحرك بسرعة كبيرة. كانت محفورة القرن تستلقي بلا حراك في معظم الأوقات بانتظار أن تسبح الأسماك الصغيرة بجوارها. كرونوسور. كان هذا الحيوان شبيها بالتمساح لكن أكبر بعدة مرات. احتوى أحد الكرونوسورات على عظام ديناصور، لهذا لم يكن الكرونوسور يقوم بالصيد في البحر فحسب، بل على اليابسة أيضا. لولبية المنشار. من الكائنات القليلة التي نجت من الانقراض الترياسي، لقد تمكنت من ذلك بفضل ذكائها العالي وأداتها القتالية القوية. الفك الدائري منشاري الشكل والموجود على أنفها. الأسموسوريس. شكله شبيه بالزرافة لكنه بحجم مضاعف. كان هذا الحيوان كثير التنقل وابتلع الصخور الصغيرة لطحن طعامه. عثر على 300 صخرة من جميع أنحاء العالم في بقايا أحدها. الحبار العملاق. يصل وزنه إلى وزن دبين قطبيين ويبلغ طوله 5 أضعاف طول الإنسان. إنه نادر جدا لكنه لا يتواجد إلا في المياه الباردة والعميقة. الحوت الأحدب. إنه كالحيتان العادية، يتغذى على العوالق والأسماك الصغيرة مستخدما فمه كشبكة ضخمة، ويستخدم ذيله العملاق لصاق مجموعات كبيرة من الأسماك. الموزاسور. بدأت الأسماء تختلف وتصبح كأسماء الديناصورات. المهم كان الموزاسور بحجم عربة متر الأنفاق، وكانت ملك البحار قبل 66 مليون سنة. كان الفك شبيها بفك الأفعى وأمكنه ابتلاع فريسة بالكامل، ولا يزال بوسعنا اليوم العثور على بعض أقربائه كحيوان الورل. اللوياثان. امتلك هذا الكائن أكبر أسنان على الإطلاق. كانت السن في الأساس بحجم نصف يدك، أما مظهره فكان بين الحوت القاتل وحوت العنبر. الليدزيشتس. كان أكبر من حافلة مدرسية لكنه لم يألف الصيد. منعه حجمه من أن يصل سرعة كبيرة، لذا كان يتغذى على العوالق غالبا. الميغالودون. أو أشهر كائن بحري قديم. كان أثقل من دبابة أو حتى منزل صغير. يعتقد بعض الناس أنه ما زال يعيش في المياه العميقة للمحيطات، لكن هذا غير صحيح. الباسيلوسور. إنه من أسلاف الحيتان العملاقة المعاصرة. كانت أطرافه السفلية كبيرة، ربما لأنه كان كائنا بريا، لكنه مع التطور انتقل تدريجيا إلى الماء. حوت العنبر القديم. كان هذا الحوت بطول ملعب كرة سلة تقريبا، ودماغه بوزن 7 كيلوغرامات، أي 7 أضعاف وزن دماغ الإنسان. حوت ساي. أجل، هذا اسمه. أحد أفضل السباحين بين الحيتان. تمكن حوت ساي من السباحة بسرعة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة، والغوص إلى عمق يتجاوز ارتفاع مبنى إمباير ستيت. عضاءة جبل شاستا. تشير الحسابات التي اعتمدت على عظام هذا الوحش فقط إلى أنه كان بطول ملعب التنس أو شاحنة ومقطورة. الحوت الأزرق. أكبر الثدييات على الإطلاق. القلب لوحده بوزن دراجة نارية كبيرة، والأوردة عريضة كأنها قدر كبير، كما أنه يحب الغناء. قنديل عرف الأسد. إنه أكبر قنديل بحر في العالم. رأسه بعرض المترين ولوامسه بطول مبنى من 10 طوابق. وعلى الرغم من أنه لا يشكل خطرا، إلا أنك قد تعلق بين لوامسه الضخمة وكأنها شبكة. رجل الحرب البرتغالي. على الرغم من رأسه الصغير تماما كقنديل البحر العادي، إلا أن لوامسه تصل إلى طول نصف ملعب كرة القدم، وهذه اللوامس سامة وتشل الأسماك أو أي شيء تصطاده، حتى البشر. لذا ننصحك بالابتعاد عنه. ما رأيك؟ لو حدث ودست على أحد قنافذ البحر فستدرك ذلك في الحال. انظر لتلك الأشواك، هل فهم؟ ها ها. أو رغم أن قنافذ البحر ليست عدوانية، لكنها تدافع عن نفسها ببراعة ضد أي مخلوق يحاول أكلها، مستعينة بأشواكها السامة وعضتها المسمومة. اختر السم الذي تريده حرفيا. تعيش هذه الكائنات في كل محيطات العالم،
ما يجعل تجنبها أمرا مستبعدا. وغالبا ما تجدها تتسكع في المياه الضحلة وتختبئ في البرك الصخرية وبين الشعاب المرجانية، لذا تجد غير المبالين يدوسون عليها في الكثير من الأحيان. تشبه أشواك القنفذ الطويلة الإبر شكلا وملمسا، ويمكنها الدخول إلى الجلد بعمق كبير، ولا ننسى إفرازها لسموم قوية. وما علاجها؟ أزل الأشواك في الحال واغسل المكان بالماء المالح. هناك نوع من الثدييات البحرية الصغيرة يحب قنافذ البحر، أي يمكنك تخمين من تكون؟ إنها القضاعة البحرية. لا تدع مظهرها اللطيف يحجب قسوتها عن بصيرتك، فنادرا ما يغادر هذا المخلوق البحري الماء حتى وقت القيلولة. تجدها تمسك بأيدي بعضها البعض كي تمنع نفسها من الطفو بعيدا عن القطيع. فراء القضاعة البحرية الأكثر كثافة على سطح الأرض، فقد تصل الكثافة إلى مليون شعرة لكل بوصة مربعة، بينما لا يتمتع البشر سوى بحوالي 2000 فقط. كما أنها تجيد استخدام الأدوات، فبإمكانها استخدام الصخور كمطرقة لفتح الأصداف. مهلا، وكيف تفتح قنفذ البحر؟ هل الاسم العلمي لهذا طاعة القنفذ للقضاعة؟ لن تفوز السمكة الصخرية بأي مسابقات للجمال إلا إذا كانت المسابقة لأفضل مظهر بطراز عازف الروك. تمتزج عيونها الصغيرة غير العاكسة وجلدها الخشن مع بيئتها بشكل مثالي. لهذه السمكة رأس كبير وفم أكبر ومنزل كامل من... صحيح، إنه من الصخور، لكن لا يعني وجودك على الشاطئ أنك بأمان، فيمكن لهذه الأسماك الصخرية العيش خارج الماء ل24 ساعة. أما إن دست عليها أو لمستها فلن تكون تلك تجربة ممتعة. تحتوي أشواك زعانفها الظهرية على سم قوي جدا تفرزه بمجرد أن تدوس عليها، وقد يؤدي إلى الإصابة بالشلل أو قصور القلب، وستحتاج حينها إلى مساعدة فورية. إذن لا عجب أنها واحدة من أخطر المخلوقات التي تعيش في ماء أو في أي مكان آخر على الأرض. واحذر أيضا عند التجول في المناطق الصخرية، فهذه الكائنات تحب لعب الغميضة. تنمو لوامس قنديل البحر المكعب حتى 3 أمتار، ولكل لامس منها 5000 خلية لاسعة. ليس سيئا بالنسبة لمخلوق معظمه من الماء. أما سمه فهو قوي بما يكفي لشل أي شيء يريد أكله، والآن إذا تعرضت للسعته فستشعر بألم كبير. تحتوي سمومه على بروتينات تؤثر على القلب وخلايا الجلد وحتى الجهاز العصبي، لذا لا عجب بأنها تعتبر من أخطر المخلوقات على هذا الكوكب. لا أنصحك باستخدام واقي الشمس أو المشروب الغازي أو القهوة أو أي من الطرق الأخرى القديمة، فلن ينجح أي منهم. أعتقد أن أفضل فرصة لك استخدام مياه البحر. يبدو أن البحر تحت سيطرة قناديل البحر وليس أسماك القرش. هاي، تفقد البركة الصخرية الموجودة في بلدتك. قد ترى هذا الأخطبوط الصغير الجميل، إنه صغير الحجم تزينه حلقات زرقاء، رائع، لكن لا تدع مظهره الجميل يخدعك، فلن يكون هذا الأخطبوط حيوانا أليفا. وإذا استفززته فسيبدأ هذا بالوميض بالضوء الأزرق كتحذير للجميع بالابتعاد عنه، وأنا أوصيك بشدة بفعل ذلك. يتمتع هذا الأخطبوط بسم أخطر 1000 مرة من السيانايد، كما أنه لا يوجد مصل له حتى الآن، لذا سيكون أفضل شيء تفعله التقاط صورة سريعة والهرب بعيدا. والأفضل من ذلك الابتعاد فقط. ليس الأخطبوط الحيوان الوحيد الذي ستجده تحت الماء. هل ترى ذاك الجسم الخشبي الكبير في قاع المحيط؟ قد يكون جزءا من سفينة قديمة أو كنزا أو ذهبا وألماسا. أنا ثري، عندما اقتربت أكثر لاحظت شيئا، إنه يسبح، لكنه ليس قرشا أو دولفينا، بل تمساح المياه المالحة. لكن لا حاجة للذعر، إذا واجهتك واحدة من هذه الزواحف في البحر فغالبا لن تنظر إليك كطعام لها. تتمتع التماسيح بصمام خاص في الحلق يمنعها من الغرق تحت الماء، لكن لا يعني هذا أنها لا تستطيع العض. عادة ما تكون هذه التماسيح متجهة إلى إحدى الجزر القريبة، وأسرع طريقة لذلك ركوب الأمواج، أي أنها لا تستطيع السباحة بالمعنى الحرفي. لا بأس من مشاهدة أحدها من مسافة بعيدة، لكن لا تتجه إلى الشاطئ مباشرة، فهي متخصصة في نصب الكمائن لطعامها في المياه الضحلة. إن كان هناك وقت سأرغب فيه بمشاهدة سمكة قرش بيضاء كبيرة، فسيكون الوقت الذي أسبح فيه مع التماسيح. سيكون من دواعي سرورها أن تتناول لقمة بحجم التمساح إن توفر الحافز المناسب. يبدو التنزه على أحد القوارب قبالة ساحل المكسيكي الإجازة الأمثل،
شمس ساطعة ومياه زرقاء وأكثر الكائنات المهددة بالانقراض. مهلا، ماذا؟ الفاكيتا ليس خطيرا، لكن لا تتوقع منه البقاء في المكان لمنحك توقيعه، فهو خجول للغاية. هذه البقرة صغيرة، وهذا ما يعنيه اسمها بالإسبانية، واحدة من الثدييات البحرية الصغيرة بعلامات سوداء تحيط عينيها لتبدو شبيهة بباندا البحر. ستشعر بأنك شخص مميز فعلا لو تمكنت من رؤية إحداها، إنها على وشك الانقراض، والسبب في ذلك وقوعها في شباك الصيد بطريق الخطأ في أحيان كثيرة. تشير التقديرات إلى أنه لم يتبقى من أفرادها في البرية سوى 10 فقط. إن أرخبيل غالاباغوس من الأماكن الساحرة في العالم، تجد هنا السلاحف العملاقة والأطيش أزرق القدمين وسرطان الصقور الأحمر وسمكة الخفاش ذات الشفاه الحمراء. لكن إذا جربت السباحة هنا من قبل، فلعلك رأيت في الماء شيئا غير متوقع حقا. الإيغوانا في كل مكان. تأكل هذه الزواحف البحرية الطحالب التي تنمو على الصخور تحت الماء، إنها نباتية بامتياز، أنا متأكد من أن الأسماك سعيدة بذلك. يساعدها ذيلها الطويل المسطح المصمم للسباحة على التحرك، بينما تساعدها مخالبها الحادة في البقاء على الصخور أثناء جلسات حمام الشمس اليومية. لكن لو انتبهت لها عن كثب لوجدتها تعطس كثيرا. كلا، ليست مصابة ببرد من المروحات أو التكييف، بل تعطس ملحا. تتمتع الإيغوانا بغدة خاصة تبقي الملح خارج أنفها، ويكون عليها التخلص منه بطريقة ما. يبدو هذا مؤلما. الرائع في الأمر أنها لا ترى أي مشكلة بتواجدنا معها في الماء، فهي لا تخشى البشر لأن هذه الجزر ظلت معزولة بشدة. إن كنت تحب جمع الصدف عن الشاطئ، فتأكد من أن الصدف الذي تجمعه ليس له صاحب فعلا. يتواجد الحلزون في كل مكان في العالم، وغالبا لا يسبب لمسه أي ضرر، لكن هناك دائما واحد يشوه سمعة الجميع. صدقوني، الحلزون المخروطي ليس كإخوته البريين، فهو ليس نباتيا. هناك أكثر من 500 نوع من هذا الكائن البحري السام، وقليل من سمه قادر على إيذائك حقا. هذه القواقع الصغيرة شريرة جدا، فهي تحقن سمها باستخدام أسنانها الشبيهة بالحربة، لكنها لا تنظف أسنانها. يمكن لسمها هذا أن يصيبك بالشلل والعمى وفشل الرئة، بل أسوأ من ذلك. لذا فمن الأفضل أن تحترم الحلزون الموجود في حديقتك كي لا يستدعي أقاربه للتعامل معك. هل تريد أن تضرب كفك مع كائن بحري؟ طيب، ضع زعنفتك، أعني يدك، على السمكة الشصية الزراعية الحمراء. لا تسبح هذه السمكة كغيرها من الأسماك، بل تمشي، تستخدم يديها الشبيهة بالزعانف للتجول في قاع المحيط. أكثر ما يزعج هذه السمكة السائرة السباحين والقوارب، حتى أن بعض الناس يرغبون باصطحابها إلى المنزل كحيوان أليف، لكني أعتقد أن من الأفضل إلقاء التحية عليها وتجاوزها. إذا كنت تعتقد أن نجم البحر يحب التقاط الصور له، فهل هذا يعني أنه بإمكانك التواصل معه؟ لو حدث ذلك، سيطلب منك هذا الكائن تركه وشأنه، إنه دائم الغضب. فعلى عكس أقاربه المتواجدين على الشاطئ، يتميز نجم البحر المكلل بالشوك بكبر حجمه وخطورته. تظهر هذه المخلوقات بشكل طبيعي على الشعاب المرجانية كالحاجز المرجاني العظيم، وتتمتع بسم مرعب حتى للبشر. هذا المخلوق مغطى بأشواك سامة تسبب ألما فوريا قويا، قد يدوم لأكثر من 3 ساعات. إذن ماذا سيحدث لو لمست أحد هذه الأشياء بطريقة خاطئة؟ غثيان وقيء، وهما ليس الشيء المثالي للحصول على صورة رائعة لإنستغرام. قد تبدو السمكة المنتفخة صغيرة ولطيفة، لكن تعامل معها بطريقة خاطئة وسترى نهايتك. قد حققت هذه السمكة نجاحا كبيرا في حفلات أعياد الميلاد تحت الماء في جميع أنحاء العالم، كونها قادرة على تحويل نفسها إلى بالونات. المدهش في الأمر أن ليس جميع الأسماك المنتفخة سامة بأشواك حادة، فبعضها ناعم بمظهر رائع، لكن تحتفظ الأنواع الشريرة منها بمادة شديدة السمية في أجسامها. وهو أمر غريب نظرا لأنك في سياق آخر قد تدفع قرابة $50 لتناول إحداها في أحد المطاعم. هل سمعت عن الطبق الياباني الشهير فوغو؟ إنها سمكة منتفخة سامة تأتيك على طبق، يقضي الطهاط الشباب سنوات في التدريب لإعداده، لكن لو حدث خطأ واحد قد لا يعود الزبون أبدا، أقصد أبدا. أسماك القرشي الحيوان الوحيد المحصن من سم السمكة المنتفخة. رائع، هذا شيء آخر يجعل أسماك القرش مذهلة. قاع
قبل 450 مليون سنة لم أكن موجودا حينها. كان مستوى سطح البحر أعلى من الآن، وبدأت الشعاب المرجانية في الظهور، وكان مناخ الأرض مستقرا ومعتدلا قبل ظهور الديناصورات. تواجدت في تلك الأيام الأسماك العظيمة والفكيات التي نعرفها باسم أسماك القرش. سيطرت هذه المخلوقات على المحيطات ودفعت الكائنات البحرية الأخرى إلى الفرار خوفا من بطشها. الكثير من أسماك القرش مثل القرش الأبيض الكبير تغيرت وتكيفت مع حياة الصيد في عرض المحيطات وتصدرت السلسلة الغذائية، لكن قل عدد أنواعها مع الوقت، ويعود أحد الأسباب إلى النيزك الذي قضى على الديناصورات. قلص ذلك الارتطام عدد أنواع أسماك القرش، ولم تبق سوى الأنواع الصغيرة والقاطنة في أعماق البحر التي تعتمد في غذائها على الأسماك. تلك الأنواع كبر حجمها مع الوقت. بالقرب من سطح البحر زادت سرعة حركة بعض أسماك القرش مثل الماكو والقرش الأبيض الكبير، وتغير لونها إلى ما بين الرمادي والأزرق لتندمج مع محيطها. يمكن لسمك القرش الكتفي المشي على اليابسة، لكنه لا يستطيع المشي على الشاطئ لأنه عاجز عن التنفس خارج الماء، لذلك يعيش في المسطحات المرجانية والمياه الضحلة الاستوائية، ويمشي في حركة تشبه الزحف. لننتقل إلى أعماق البحار. توجد أنواع أسماك قرش ضخمة وغامضة وغريبة الشكل لا تصعد إلى السطح، وبالتالي لا حاجة لها بالتكيف مع البيئة الجديدة والظروف المختلفة. لم تتغير كثيراً مع الوقت، لذا تعد بمثابة أحافير حية. لا تملك هذه 5 فتحات خيشومية وهو العدد السائد، بل 6 أو 7، ويعود السبب لتضاؤل كمية الأكسجين في أعماق المحيطات، فهي تحتاج إلى المزيد من هذه الفتحات، فيما تكيفت أسماك القرش الموجودة على السطح مع بيئتها الجديدة وقل عدد فتحاتها الخيشومية. يعد القرش ذو الخياشيم 6 أكثر سمك قرشي بدائي يتواجد حاليا. يبدو هيكله العظمي مثل الهيكل في أسماك القرش المنقرضة القديمة، ولا يعيش إلا في المياه العميقة. ومثل القطط توجد لدى أسماك القرش طبقة خلايا عاكسة داخل أعينها تساعدها على الرؤية بشكل أفضل في الظلام وأعماق البحار والمياه العكرة. تتميز أعين أسماك القرش الموجودة على السطح بحجمها الكبير حتى تتمكن من الصيد في ضوء الشمس، لأنها تميل إلى الاعتماد على الرؤية. في المقابل تتميز الأنواع الموجودة في المياه الضحلة بأعين صغيرة لحمايتها من الرمال. مثل بعض المخلوقات القاطنة في أعماق البحار، يملك القرش ذو الخياشيم 6 عينين كبيرتين لامتصاص أكبر قدر ممكن من الضوء، كما أن لديه عدد أكبر من عصي استشعار الضوء، لكنه لا يميز الألوان جيدا. في المنطقة المحيطة متوسطة العمق مع أدنى قدر من ضوء الشمس توجد بضعة أنواع أسماك القرش ذات الإضاءة الحيوية، لا تمتص الضوء بأعينها بل تنتجه أو تعيد إطلاقه بأجسامها. يحتوي جلدها أو أعضاؤها على خلايا خاصة تنتج ضوءا خافتا بلون أخضر مزرق. تنتج مخلوقات أعماق البحار ضوءها الخاص لجذب الفرائس أو لردع الحيوانات التي تلاحقها أو لتتواصل فيما بينها كما يعتقد العلماء، وقد يساعدها ذلك على التمويه أيضا بإخفاء ظلها عن الحيوانات التي تطاردها، حيث تنتج ضوءا كافيا للاندماج مع محيطها. أكبر مخلوق بحري مضيء هو قرش كايتفين. شوهد هذا النوع يسبح على عمق 300 متر تحت مستوى سطح البحر، ويتغذى على الأسماك القاعية وأسماك القرش الصغيرة. قد يصل طوله إلى حوالي 183 سنتيمتر ويعيش على عمق 1000 متر تحت مستوى سطح البحر. أسماك أعماق البحار أكبر حجما من أسماك السطح. يصل طول قرش غرينلاند إلى 7.3 متر، وهذا أكبر من القرش الأبيض الكبير. هناك ظاهرة تسمى عملقة أعماق البحار، حيث تميل الكائنات التي تعيش في أعماق المحيطات الشحيحة الموارد إلى النمو بشكل أكبر حتى تفقد طاقة أقل مثل الحرارة. يعيش قرش غرينلاند في نمط بطيء، عملية الأيض في جسمه بطيئة، ويمكنه العيش بدون طعام لفترة طويلة، وبسبب وتيرة حياته المتراخية قد يصل عمره إلى 500 سنة،
ويعيش على عمق 2200 متر. تعتمد أسماك القرش في المياه الضحلة على خفة حركتها وسرعتها في اصطياد فرائسها، وحالها أفضل لوفرة الطعام على سطح البحر. من ناحية أخرى، اضطرت أسماك القرش في الأعماق إلى اعتماد نمط حياة مختلف لشح الطعام وبطء حركتها. هذه الأسماك أكثر انتهازية وليست انتقائية في طعامها، ولا تكترث إن كان طعامها حياً أم ميتاً. لننتقل إلى القرش المزركش، أحفورة حية أخرى تعيش في أعماق البحار المظلمة. لم يتغير هذا القرش مع الوقت، وهو من الأنواع الأخيرة المتبقية من فصيلته بعد انقراض كل أقاربه. يصل طوله إلى مترين، والحبار طعامه الأساسي، لكنه يصطاد أيضاً بعض أسماك القرش. يبدو مثل ديناصور، ووجهه مثل وجه الثعبان مع جسم طويل وأملس ونحيف، يتحرك بطريقة متعرجة. يمكنه دفع جسمه بقوة ذيله والتكور مثل الثعابين، ولا يسبح في خط مستقيم مثل أسماك القرش الأخرى. يصل طول قرش قالب الكعكة إلى 50 سنتيمتر، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى طريقة أكله، فهو يقضم قطعا صغيرة. إنه مخلوق طفيلي يتغذى على حيوانات أكبر منه، لكنه يتركها حية. لديه أسنان حادة، ويبتلع أحيانا أسنانه التي تسقط، ويعتقد بعض العلماء أن سبب قيامه بذلك هو عيشه في أعماق البحار شحيحة الموارد، إذ يحصل على الكالسيوم وعناصر غذائية أخرى عند ابتلاع أسنانه. القرش الشائك مخلوق نادر وغريب، له عدة أسنان تشبه الأشواك، وزعنفتان ظهريتان صغيرتان. غالبا ما يعيش في منطقة المحيط الهادئ على عمق 580 مترا. القرش الشبح ليس سمك قرش في الواقع، بل من أقارب القرش والراي. لديه زعانف صدرية وحوضية كبيرة، وزعنفتان ظهريتان وعينان كبيرتان، وعلى عكس أقاربه لديه فتحة خيشومية خارجية واحدة. يتميز القرش الشبح بذيل رفيع يصل طوله إلى مترين، ولونه فضي مائل للسواد. يعيش أحياناً في الأنهار والمياه الساحلية، وقد يعيش أيضاً في المحيطات على عمق يتجاوز 2500 متر. هذا المخلوق ضعيف في السباحة، لذلك يميل إلى التغذي على اللافقاريات والأسماك الصغيرة. القرش العفريت. يسبح هذا القرش المرعب مترهل الجسم في أعماق المحيط، فيرى فجأة حباراً صغيراً غافلاً يتجه نحوه، لكن الحبار ينتبه ويهرب مسرعاً. يبدو أن خطة الفرار ناجحة، لكن فجأة يطلق القرش فكه من فمه ويمسك الحبار المسكين في ثانية. بعد الانتهاء من الأكل يعيد فكه إلى خطمه ويعاود مواصلة يومه. يمكن لهذا القرش فعل هذه الحركة الغريبة لأن فكه متصل بشرائح جلدية بطول 7.5 سنتيمتر تمكنه من مد الفك. قد يصل طوله إلى 3 أمتار ووزنه إلى 210 كيلوغرام. ويعتقد العلماء أن نشاط القرش العفريت يزداد في الصباح والمساء. لديه خطم طويل وبارز يحمل أعضاء استشعار خاصة يستخدمها لاستشعار المجالات الكهربائية في أعماق المحيطات المظلمة. القرش ذو الخياشيم السبعة هو سمك قرش كبير بلون بني إلى رمادي فضي في الأعلى وأبيض في الأسفل، وعليه بقع سوداء وبيضاء. جسمه سميك، وزعنفته الظهرية صغيرة، وخطمه عريض غير حاد. قد يصل طوله إلى 2.5 متر، وغالبا ما يعيش على عمق 570 مترا، لكنه يتواجد أيضا في قنوات الخلجان العميقة. قد يتصرف بعدوانية مع البشر عندما يتم استفزازه، لذا تجنبه. مثل معظم الكائنات القاطنة في أعماق البحار، هذا القرش صياد انتهازي غير انتقائي في طعامه، لكنه يفضل تناول الدلافين والفقمات وخنازير البحر وغيرها من الحيوانات البحرية. غالبا ما يعيش القرش عظيم الفم على عمق 4600 متر، ويقضي معظم وقته في الظلام مثلي. اكتشفه العلماء في عام 1976 عندما اقترب من سطح البحر ليلا لتناول العوالق الحيوانية، والليل هو الوقت الوحيد الذي يتجه فيه هذا القرش إلى السطح. خلال النهار يعود إلى أعماق البحر الهادئة والمظلمة والغامضة
وهذا النوع من فئة المتغذيات بالترشيح، أي أنه يبقي فمه مفتوحاً على مصراعيه أثناء السباحة حتى يرشح العوالق التي يحب أكلها. توجد بداخل فمه أعضاء تنتج الضوء وتجذب الفرائس مثل القشريات البحرية. يعيش هذا القرش في أعماق المحيطات، لكنه قد يتواجد على عمق 3 كيلومترات، ويعتقد العلماء أن بعض الأسماك العظمية الأقوى تفوقت عليه. أصبحت أعماق المحيطات مزودة بالأكسجين قبل حوالي 70 مليون سنة، وأسماك القرش موجودة من قبل ذلك. الأسماك العظمية تكيفت بطرق فعالة لاستخدام الأكسجين، في المقابل كان تكيف أسماك القرش بطيئاً مما أدى لخسارتها. كما أن أعماق المحيطات قارسة البرودة، والعيش هناك صعب على الأسماك وذوات الدم البارد، لأن سرعة الأيض في أجسامها تعتمد بشكل كبير على درجة الحرارة الخارجية. رؤية زعانفه في المياه توقف قلبك تقريباً، وهو سبب عدم تفضيل الأغلبية السباحة على الشاطئ. ذلك الصياد الضخم صاحب الأسنان الحادة وذائع الصيت، القرش الأبيض الكبير. إن غادر وحش البحر المرعب المكان، فلا بد من أن السبب وجيه للغاية. لكن ما الذي يخيف القرش الأبيض الكبير؟ هل هو وحش عملاق مخيف يجعل قرش الميغلادون يبدو صغير الحجم بجواره؟ كلا، ولا حتى من قريب. لا شيء يمكنه إخلاء منطقة كبيرة من المحيط في وقت قياسي مثل حوت الأوركا. عندما يأتي سربه القوي بحثاً عن طعام مثل الفقمات والحبار، كل الكائنات بما في ذلك أسماك القرش المخيفة تغادر المنطقة دون النظر إلى الوراء. لا نعرف ما إذا كانت هذه الحيتان تستهدف القرش الأبيض الكبير على وجه التحديد، أم أنها تحاول إبعاد منافسيها عن المنطقة فحسب. لكن ما يعرفه خبراء البحار أن أسماك القرش تهرب ولا تعود أحياناً إلا بعد سنة. هذا التصرف منطقي، فحوت الأوركا أكبر بكثير من القرش الأبيض الكبير، ولديه أسنان كثيرة يستخدمها لإشباع شهيته الشرسة في تناول اللحوم. كما أنه كائن ذكي جداً، ويعمل في فريق للوصول إلى هدفه، سواء كان ذلك اصطياد سرب أسماك أو إخراج فقمات من الجليد أو حتى مطاردة حيتان حدباء. لذا إن كان القرش الأبيض الكبير خائفاً من حوت الأوركا، فهل يجب أن تخاف منه أيضاً؟ بالنسبة لي لا أقترب من أي حيوان بري، لكن ربما ستساعدك المعلومة التالية على النوم في الليل. حوت الأوركا متطلب في الأكل، وإليك هذه البشرى السارة، الإنسان ليس في قائمة طعامه، ومن المستبعد أن يغير نظامه الغذائي عند رؤيتك في المياه. بالمناسبة، حيتان الأوركا ليست حيتاناً أصلاً، بل تعد أكبر أنواع الدلافين، كما تخشى أسماك القرش قريبها الدولفين قاروري الأنف. حتى الدولفين قاروري الأنف الواحد أقوى بكثير من سمكة القرش، لكن تزداد قوته عند التنقل في مجموعة. تتفوق هذه الثدييات البحرية خفيفة الحركة بسهولة على أسماك القرش، تستخدم خطمها غير الحاد للنطح، وهذا يزعج القروش كثيراً لدرجة أنه يغادر المكان. عند التفكير في أمهر الصيادين في مملكة الحيوانات، تتبادر الذئاب إلى الذهن دائماً. يمكن لقطيع الذئاب الاستيلاء على مناطق شاسعة، ولأنها تحتل قمة السلسلة الغذائية، فيمكنها اختيار ما يحلو لها وانتقاؤه من قائمة طعام طويلة. يتميز الذئب بذكائه الحاد وسرعته ورشاقته، لكن العدد أكبر ميزاته. إن حاول الدب أو أسد الجبال مطاردته، فالعدد يعمل لصالح الذئب دائماً، مما يؤدي إلى تحويل الصياد إلى الفريسة. حتى بدون العدد، تظل الذئاب حيوانات مهيمنة ومخيفة. يصعب على أي حيوان آخر استهداف ذئب وحيد، لذا يترك في حال سبيله. تخيل القدرة على الانقضاض على خنزير بري في درجات حرارة تحت الصفر، مرتدياً لوناً برتقالياً وسط منطقة ثلجية ناصعة البياض. من الواضح أن النمور السيبيرية لا تلعب. بطول يتجاوز 3 أمتار ووزن يصل إلى 180 كيلوغرام، يعد هذا النمر أكبر السنوريات البرية، ويمكنه القفز بسهولة فوق رأسك أثناء حمل ضعف وزن جسمه. الحيوان الوحيد الذي يمكنه تحدي ملك الغابة هذا هو الدب البني الأكبر منه في الحجم وبفارق قليل. لذا لا عجب أن النمر السيبيري يحتل قمة السلسلة الغذائية في منطقته الجغرافية.
بالنسبة لمياه أمريكا الجنوبية، المسيطرة بلا منازع هي الأناكوندا الخضراء. حتى النمر الأسود المرقط وتمساح الكايمن ليس بأمان قرب أكبر أفعى في العالم. تموه مياه ضفاف الأنهار العكرة هذه الأفعى العملاقة، لا يلاحظها أي أحد، وتجلس هناك في انتظار اقتراب أي كائن لشرب الماء. وفجأة تنقض الأفعى وتستخدم أسنانها المنحنية الحادة وأربعة أمتار ونصف من العضلات لإحكام قبضتها على فريستها. من حسن حظ معظم الحيوانات، بعد أكل وجبتها تظل أفعى الأناكوندا شبعانة لأسابيع أو حتى أشهر قبل اشتهاء الوجبة التالية. لكن أكبر أفعى في العالم ليست الأخطر، يحمل هذا اللقب المامبا السوداء. تتجنب الأسود والضباع المرقطة والزرافات وحتى الفيلة أفعى المامبا بأي ثمن، فهم يعلمون جميعا أن لدغة واحدة منها ستردعهم بسرعة. يصل طولها إلى 4 أمتار، وتعد ثاني أطول أفعى سامة في العالم بعد ملك الكوبرا. تحتل المامبا السوداء الأفريقية لقب أسرع ثعبان في العالم. تزحف بسرعة 19 كيلومتر في الساعة، وهذه السرعة القصوى لمعظم آلات السير الرياضية. لا يحتل الكائن التالي الصدارة، لكنه جدير بالذكر. إنه جار الأناكوندا الخضراء، ثعبان البحر الكهربائي. عدد ضئيل من الحيوانات على استعداد لمواجهة هذا المخلوق المشحون بكهرباء عالية. يتمتع الثعبان الكهربائي بحوالي 6000 خلية خاصة يمكنها إنتاج ما يصل إلى 800 فولت من الكهرباء، وهذا ضعف مقبس الحائط العادي في أمريكا 6 مرات. وهذا يكفي لطرح حصان وإضاءة مصابيح الأعياد. في عام 2019 وصلت حديقة تينيسي المائية بتوصيل أضواء الأشجار بحوض ثعبان البحر، وفي كل مرة صعق ثعبان البحر الماء أضاءت الشجرة. يقال إن ثعبان البحر الكهربائي قادر على إعادة تدوير الجهد الكهربائي في عملية تسمى إعادة الفولتية. كلا، لقد اختلقت ذلك. إليك حقيقة أخرى صاعقة عن ثعبان البحر. يتنفس هذا الكائن الهواء، يجب عليه أن يطفو إلى سطح الماء كل 10 دقائق تقريبا لملء فمه بالهواء. نعم، رئته الوحيدة موجودة في فمه. هل يحكم ملك الغابة بلا منازع؟ في الكتب والأفلام طبعا، لكن في الواقع هذا مختلف فيه. أولا، موطنه السهول الأفريقية وليس الغابة، وهناك مجموعة كبيرة من المنافسين مثل الضباع والنمور والتماسيح، والذين يحاولون باستمرار الاستيلاء على تاج الملك. كما يمكن للحمار الوحشي والزرافة إيقاف هذا السنور بركلة سريعة عندما يحاصرهما. من ناحية قوة العضة، يتمتع تمساح النيل الأفريقي بأكبر عضة قاسها البشر، فكاه أقوى 5 مرات من فكي الأسد. منذ دقائق مع المخلوقات المائية كان كل ما وجب عليك فعله تجنب الماء فحسب. حظا موفقا في محاولة تجنب الأسد، فيمكنه الركض بسرعة 80 كيلومتر في الساعة والقفز بطول حافلة مدرسة وتسلق الأشجار. أكبر منافس للأسد في الاستحواذ على قمة السلسلة الغذائية الكلب البري الأفريقي. يتنافسان على هذا اللقب باستمرار لأنهما يصيدان الطعام نفسه وفي المنطقة نفسها. لكن عند وجود زمرة كبيرة من الأسود، لا تملك هذه الكلاب أي خيار سوى الفرار. لكنها تتميز بصفة واحدة على الأسود، التحمل. قد يصل الأسد إلى سرعات فائقة، لكن في دفعات قصيرة فقط، فقطع مسافات طويلة أثناء الركض بأقصى سرعة وحمل أكثر من 180 كيلوغرام من العضلات يتطلب الكثير من الطاقة. في المقابل، يتمتع الكلب البري الأفريقي بسيقان نحيلة طويلة ورئتين كبيرتين بالنسبة لحجم جسمه، وهذا يعني أنه قادر على الركض بسرعة لمسافة طويلة. وهذه طريقة صيده عندما تتعب فريسته من الركض. هناك حيوان واحد لديه شجاعة كافية لمواجهة الملك عندما يشعر بالفضول الشديد، فرس النهر. قد يبدو لطيفا ومسالما، لكنه أحد أخطر الحيوانات على وجه الأرض. وفقا للإحصائيات، يجب أن تخاف منه أكثر من القرش الأبيض الكبير. وعلى فكرة، يتميز فرس النهر بعضلات قوية ويعادل وزنه وزن سيارة. قد يتجاوز طول أنيابه الحادة طول ساعدك. ولا يخاف هذا الكائن من أي شيء، لدرجة أن الأسود والتماسيح تفضل الابتعاد عنه. اسمه بالإنجليزية مشتق من الإغريقية ويعني حصان الماء.
ويقضي حوالي 16 ساعة في اليوم تحت الماء. الطريف في الأمر أن فرس النهر لا يستطيع السباحة فعلياً، وإذا رأيت أحدهم يسبح فإنه في الواقع يدفع نفسه من البحيرة أو قاع النهر، ومع ذلك يمكنه تجاوز سرعة أفضل سباح أولمبي، لذا احترس منه. نعم، تنحى جانباً أيها الأسد، ففرس النهر يتصدر حيوانات أفريقيا، لكن لن أقترب منه لإعطائه الجائزة. أما بالنسبة لحاكم الغابة فإن الدب الأشيب يستحق اللقب بجدارة، يتجاوز وزنه نصف طن، لكنه أبعد ما يكون عن بطء الحركة، فالقدرة على الحفاظ على سرعة 40 كيلومتر في الساعة لمسافات طويلة أمر في غاية السهولة بالنسبة للدب البني العملاق. في المرتفعات والمنحدرات وكل التضاريس، الدب الأشيب مثل سيارة الدفع الرباعي في عالم الحيوانات. ولعدم وجود أي منافس محلي، يستحوذ هذا الدب على قمة السلسلة الغذائية في منطقته. من الرائع أنه ينام ثلث السنة. آمل ألا تواجه هذا الدب في أي وقت، لكن قبل دخوله بياته الشتوي على وجه الخصوص. يقضي الدب الأشيب أشهر الخريف في تسمين نفسه لفصل الشتاء، ويزداد جوعاً عن المعتاد. التالي أكبر طائر جارح في أمريكا الشمالية، لذا لا عجب أن يعيش النسر الذهبي في كافة أنحاء هذه القارة في الغابات والسلاسل الجبلية. يبلغ طول جناحيه مترين تقريباً، ويتميز ببصره الحاد الذي يضرب به المثل. يمكن لهذا الطائر رؤية أرنب من ارتفاع 5 كيلومترات في الهواء، وهذا مثل رؤيتك لنملة أثناء الوقوف على قمة مبنى من 10 طوابق. يمكن للنسر الذهبي الهبوط بسرعة من ارتفاع شاهق، وخلال هذا الهبوط تصل سرعته إلى 320 كيلومتر في الساعة، مثل سرعة سهم طائر. وش